صباح الخير على كل المصريين اللي بيشوفونا وبيتابعونا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا بسمة. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير على جميع المشاهدين اللي بتفرجوا علينا من كل مكان. حياتنا عامة مليانة بالأحداث، وكل يوم بيبقى أسرع من اليوم اللي قبله. يا سلام بقى لو أنت أب أو أم وحياتكم فيها الشغل والبيت والنادي والتمارين والحاجات دي كلها، ده بيخلي اليوم مفهوش ثانية واحدة لنفسك، فما بالك بقى انك تقف او تقفي في المطبخ وتقعدي تجهزي في اكل صحي ليكي في خلال اليوم لو انت في الشغل او ليك وانت في الشغل مثلا تاكل منه. فبنروح للخيارات الاسهل والسريعة واللي هي الجانك فود اللي كلنا بنحبها، مش هنقول لا، من البرجر للشوكولاتة للشيبسي للبيتزا، كلنا بنحب الاكلات دي، سريعة وسهلة وما بتاخدش منا كتير، بنفضل سايبين نفسنا لغاية اخر لحظة لغاية ما بنجوع ونبتدي ساعتها نشوف أقرب دليفري إيه هو ونطلب الأكل اللي احنا عايزينه. يمكن ده من الحاجات اللي كان بيكلمنا دايما عليها خبراء التغذية لما بينورونا هنا في الاستوديو، بيكلمونا أنه دايما ما ينفعش نسيب نفسنا لغاية آخر وقت لغاية ما نجوع، لأن ده طبعا هيخلي جسمنا عايز أكل بسرعة جدا وبناكل أي حاجة قدامنا بكميات مهولة. أكل ده طبعا زي ما احنا عارفين، ويعني كلنا عارفين المعلومة دي، أنه مفيهوش أي نوع من أنواع الفوائد الغذائية، ولا فيه فيتامينات ولا معادن ولا أي حاجة، بالعكس يمكن مليان ومشبع بالدهون لأنه أكل مصنع، فبالتالي بيسبب لنا أمراض كتيرة جدا زي السمنة والسكر والضغط وغيره وغيره وغيره، وبناخد وقت كبير قوي على ما بنبتدي يعني نتخلص من أعراض الأكل أو الجانك فود ده، لأنه زيه زي الإدمان. عملوا دراسة كده في الستينات ولقوا أن أعراض انسحاب الأكل الجانك فود ده لو أنت حابب تعمل دايت زيها زي أعراض الإدمان شوية. طيب عملوا دراسة تانية ليه الناس بتلجأ للأكل السريع ده، فأرقام كبيرة قوي بقى، 92% قالوا خيار سريع، 80% منهم قالوا مثلا أطعمة سهل الوصول ليها، ناس قالت طعمها حلو ولذيذ، وناس تانية قالت خيار سهل بسبب الانشغال. احنا النهاردة حبينا نعرف منكم، يعني واحنا عارفين كل ده، يعني عارفين ان هو يمكن اكل مش صحي واكل بيسبب لنا امراض، لكن برضو بنروح له وبرضو بنحبه. فده سؤال حلقتنا النهارده الموجود على منصتنا على تواصل مواقع التواصل الاجتماعي، ليه بنحب الجانك فود رغم مشاكله الصحيه؟ وعايزين نعرف تجاربكم بقى انتم ايه، احكوا لنا واكتبوا لنا على الفيسبوك او انستغرام الكومنتس بتاعتكم، احنا هنقراها ونستعرضها خلال الحلقه. لكن خلوني اروح لزميلي شاذلي واعرف منه ليه بيحب الجانك فود رغم انه عارف او لو هو اصلا بياكل جانك فود. دي نقطه مهمه. انا مظبوط، انا ماليش في الجانك فود خالص، عشان من وانا صغير ما كناش متعودين عليه خالص، وكان في نظام كده في البيت ان انا هاكل في البيت بس، يعني حتى لو هاكل حاجه من الحاجات دي بتبقى مره كل 3 شهور، وممكن كمان من وراهم، يعني ممكن كمان ما يعرفوش. فالفكره ان انا اتربيت على كده، ان انا مش متعود على الاكل بتاع الشارع ده، مش متعود على الجانك فود، لانه زي ما كانت بسنت بتقول ليه اضرار كبيره جدا احنا ما كناش فاهمينها واحنا صغيرين. بالمناسبه كمان الشركات بتاعه الاكل اللي بالشكل ده بيعملوا اعلانات مغريه، بيستعينوا بحسب ما اعرف بخبراء في علم النفس للتاثير على سلوك الاطفال،
بيعملوا اعلانات يستعينوا بشخصيه مشهوره يعملوا اعلانات بشكل معين. طبعا شكل الساندوتش بيبقى شهي وشكله حلو، بيحطوا العاب مع الساندوتش، فالحاجات دي بتجذب الاطفال ان هم يشتروا هذه المأكولات. لكن تاثيرها الصحي حتى لو ما كانش على المدى القصير فهو على المدى البعيد تاثير صعب جدا. يعني كانت بسنت دلوقتي بتتكلم عن السكر وعن الضغط وامراض القلب والسمنه والبدانه وحاجات كتير قوي. وبما ان هي كانت بتتكلم عن الدراسات ففي ايضا دراسه اتعملت وقالت ان في 177 مليون طفل حول العالم بيصابوا بالبدانه نتيجه تناول الجانك فود. فاحنا طبعا هنا عاملين رئيس عامل مبادره ل طبعا الكشف عن الامراض بالنسبه للاطفال، السمنه والبدانه والتقزم وخلافه. فبالتالي حاجه زي دي بسنت بتزود عند الاطفال البدانة. بنشوف طفل صغير مش قادر يتحرك لأنه اتعود، أنا بتكلم طبعا على السبب في ده الجانك فود، لأنه اتعود على الوجبات السريعة. صحيح إن هي سهلة وصحيح إن هي الأقرب وصحيح حاجات كتير قوي، لكن في النهاية أنا أعرف ناس بيروحوا الشغل وبيقعدوا برضو بالساعات وبياخدوا أكل معاهم من البيت. فلو أنت متيسر بالنسبة لك إنك تعمل كده خد أكل معاك من البيت أيا كان الأكل ده، حتى لو كان أكل يعني إيه تصبيره كده زي ما بنقول لحد ما ترجع البيت وتاكل ساندوتش صغير، لكن ما تضرش نفسك، ما تضرش صحتك، ما تضرش قولونك كمان. اللي شعب مصر كله عنده القولون العصبي. صح، انا عجبني قوي اللي انت بتقوله عن الاطفال ان هم دايما مبقاش قادرين يتحركوا، عندهم خمول على طول، دايخين قاعد على طول. ده طبعا بسبب انه الاكل ده فعلا ما فيهوش اي نوع من انواع الغذاء الصحي تماما، فبيبقى الطفل ده ما فيش يعني الاكل كاتم على نفسه ومش قادر ان هو ولا يتنفس ولا يقوم ولا يلعب رياضه ولا يمارس حياته الطبيعيه كطفل. مظبوط. كمان زائد على ده ان هي بتعمل بركان من الفوضى داخل الجسم. انت بتبقاش قادر تتحكم في اي حاجه والدنيا بايظه عندك تماما في جسمك، وبتصاب بامراض وامراض صعبه كمان. المساله مش مساله انت بتتعب شويه فبتاخد حبايه مطهر او حاجه للمعده وخلاص، لا ده انت بتصاب بمرض بسبب الجانك فود بسبب ده. في ناس كتيره بتستسهل، المشكله بقى هنا الناس اللي بتستسهل في تربيه ولادهم. لو السيده عندها وقت ان هي تعمل لاولادها اكل باليومين ثلاثة حتى زي ما كنا بنتكلم وتحفظه في الثلاجة ممكن تعمل كده، لكن ما تعتمدش بشكل مستمر على الأكل بالشكل ده زي الجانك فود وخلافه، لأنه ليه تأثير كبير جدا على الأطفال. ممكن لو رايحين النادي زي ما كنت بتتكلمي ساندوتش جبنة كبريك. هو كمان الأطفال بيقعدوا فعلا يزنوا إنه عايزين مثلا الناجتس اللانشون الحاجات اللي هي اللي فيها مكملات او اسمها مكملات الطعام تقريبا حاجه كده او مكملات الطعام. مش عارفة. هو ده الطعام مش عارفه، لا ليها اسم كده انه طعمها بيبقى يعني بيشبع اكتر او ألذ بكتير. ف الاطفال بيبقوا عايزين الاكل ده جدا وبيبتدوا يزنوا على الاهل برده فبيستسلموا في الاخر، لانه زي ما قلنا في الاول اليوم بيبقى طويل وعايزين يخلصوا يعني. فده طبعا من الحاجات اللي فعلا مش احسن حاجه خالص، لانه في الاخر هنبقى احنا بنسد حاجه الطفل ده من حته معينه، لكن هيبتدي بقى في وقت تاني يبقى يعاني طبعا. ايه يعاني طبعا بسبب امراض السمنه حتى. ده سؤالنا الموجود على صفحاتنا وعلى منصاتنا المختلفة على السوشيال ميديا في انتظار إجابات حضراتكم وتفاعلاتكم. وبنصبح لحضراتكم مرة تانية، أهلا بيكم حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. ليه بنحب الجانك فود رغم أن احنا عارفين مشاكله؟ ده سؤالنا الموجود، وحكينا طبعا عن تجاربكم مع الجانك فود. لكن خلينا نشوف بسنت بتحب الجانك فود ولا لا، ومتعوده تاكله كام مره؟ طبعا هي مستعجله دايما فتلاقيها على طول الدليفري شغال. ده حقيقي انا على طول يومي في حاجات كتيره قوي فمستعجله دايما، لكن برضو. انا ما بروحش يعني ما بروحش للاكل اللي هو البرجر مثلا واللانشون والكلام ده غير كل فين وفين، ممكن بيتزا مثلا بحبها اكتر. لكن خليني اقول لك على موقف سريع جدا. اول ما ابتدينا البرنامج احنا بنصحى بدري جدا عشان نبتدي البرنامج، فيومنا بتدي فعلا من الساعه مثلا 3:30 الفجر، فكنت بخلص البرنامج وببقى جعانه جدا فبروح درايف ثرو كده في مكان، وبعدين هم بيبقوا لسه فاتحين فطار، انا ببقى عايزه غدا. ف يعني انا عايزه اتغدى بقى دلوقتي الساعه 10 الصبح، فهم بالنسبه لهم يعني ايه ده. لكن الحمد لله الحمد لله لا بطلت خالص العاده دي، لان فعلا امبارح اللي بعد الهواء صح ما بطلتهاش قوي العاده دي. خلونا كمان نروح نعرف بقى من زميلتنا دينا نصبح عليها الاول ونعرف منها اسعار العملات والذهب، وكمان نعرف لو هي بتحب الجانك فود رغم ان هي ممكن تبقى عارفه اضراره ايه.
صباح الخير يا صباح الخير عليك. صباح الخير يا محمد. صباح الخير وسعاده واتفاق كل المصريين في كل مكان. بالنسبه لكم الجانك فود بيندرج تحته الشاورما والكبده والسجق ولا يبقى بحب الجانك فود. عايز تعرف بس التعريف بتاع الجانك فود؟ يعني في الفراخ المقليه والبرجر سريع. لا طبعا كلنا بنحب الجانك فود بس طبعا مش بشكل يومي اكيد, على فترات, على كل ما بيبقى الواحد مزاجه مش حلو ممكن يغير جو ان هو بياكل حاجه غير مالوفه غير معتاد عليها كل يوم في البيت. بس انت عارفه لو اعتدت ان انت تاكلي ده هيخلي مزاجك مش حلو. لا يعني معدتي تعبانه وقولون تعبان زي ما انت وكمان بتقول. وكمان بعض الدكاتره بيقولوا انه قد يصاب الشخص بالاكتئاب نتيجه تناول اكلات بهذا الشكل. صحيح. فيها دهون وفيها سعرات حراريه عاليه. ممكن كل حاجه بتساب الا الشاورما برضو يا محمد. طيب. هنفضل ناكل او هو فعلا يعني الجانك فود حاجه بتبقى لطيفه جدا بس هو العامل الاساسي البيت, العامل الاساسي الام هي اللي بتحدد اذا كان الولاد كل يوم هياكلوا ده ولا لا. ممكن اعملها مره في الاسبوع علشان دايما الممنوع مرغوب, يعني هو لو حس ان هو ممنوع من الحاجات دي هيبقى نفسه فيها جدا وهيبقى مش مبسوط خالص لو هو ما كلهاش. فما فيش مشكله ان انا اقنن ده مره واحده في الاسبوع واحافظ على ده على صحتهم بشكل كبير, وان انا اكل معاهم بقى وما اكلش ده حاجه تانية يعني. لكن ده دور الاسره ودور الام فعلا في البيت انها هي اللي بتحافظ على صحه الاولاد. الاكل الجانك فود غير صحي, كلنا يعني بنقول اكيد انه غير صحي, لكن في بعض الاحيان ممكن نلجا ليه. خلونا بقى نتابع مع حضراتكم دلوقتي متوسط اسعار صرف العملات الرسميه, وهنبدا معاكم من الدولار الامريكي وسعر البيع 19.21 جنيه والشراء 19.14 جنيه, اليورو 19.16 جنيه, الشراء 19.08 جنيه, الجنيه الاسترليني 22.73 جنيه للبيع, 22.63 جنيه للشراء, فرانك سويسري 19.92 جنيه للبيع, 19.84 جنيه للشراء, اليوان الصيني 2.80 جنيه للبيع, 2.79 جنيه للشراء, الريال السعودي 5.11 جنيه للبيع و5 جنيه وتسعة قروش للشراء, دينار الكويتي 62.49 جنيه للبيع و62 جنيه و15 قرش للشراء, واخيرا الدرهم الاماراتي 5.23 جنيه للبيع و5 جنيه و21 قرش للشراء. بالنسبه لمتوسط اسعار الذهب النهارده هبدا معاكم من عيار 18 اللي سجل سعر جرام في 922 جنيه, عيار 21 1076 جنيه, عيار 24 1230 جنيه, واخيرا جنيه الذهب وصل ل 8608 جنيه. دلوقتي حاولنا ناخدكم كده في جوله عن اسعار صرف العملات وكمان الذهب النهارده, وهرجع مره تانية لمحمد بصلت عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير مصر. شكرا ليك يا دينا. امبارح كان في مجموعه كبيره من الاحداث المهمه اللي حصلت, والابرز ان الحكومه استعرضت نشاطها الاسبوعي في انفوجراف, وكمان الحكومه نفت وجود نقص في الادويه والمستلزمات الطبيه في المستشفيات الحكوميه, واخبار تانية كتير هنعرفها من خلال هذا التقرير. في مجموعة من الأخبار اللي حصلت امبارح كان أبرزها إن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء نشر تقرير شمل مجموعة من الإنفوجرافات اللي سلط من خلالها الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء خلال الفترة من 20 ولحد 26 أغسطس. تضمنت الإنفوجرافات الموافقة على عدد من القرارات والاجتماعات واللقاءات اللي عقدها دكتور مصطفى مدبولي بالإضافة للأنشطة اللي قام بيها. كمان أكدت الحكومة إن الأخبار المنتشرة بخصوص وجود نقص في الأدوية والمستلزمات الطبية بمختلف المستشفيات الحكومية على مستوى الجمهورية هو خبر غير صحيح نهائياً, وشددت الحكومة على توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية بشكل طبيعي سواء في المستشفيات الحكومية أو الوحدات الصحية, وإن المخزون الاستراتيجي منها آمن ومطمئن في كل المستشفيات, وإنه في متابعة مستمرة لموقف توافرها وضخ أي كميات إضافية منها بشكل فوري في حالة الاحتياج. أيضاً أكدت الحكومة على تعزيز دور الصندوق السيادي في الترويج الفاعل لفرص الاستثمار الأجنبي في مصر خصوصاً في المحافل الدولية, والسعي لجذب الشركات الدولية لتوطين مشروعاتها في مصر خصوصاً في المنطقة الاقتصادية التابعة لهيئة قناة السويس والمناطق المؤهلة صناعياً والمناطق ذات الطبيعة الخاصة. الحقيقة احنا عندنا مخزون استراتيجي آمن, وفي الحقيقة يمكن شفنا كمان فترة كورونا
مخزون استراتيجي امن اكيد من الادويه يعني، واكيد احنا شفنا فتره كورونا ان احنا كان عندنا كل حاجه متوفره، يمكن العالم كله كان بيعاني من نقص شديد في يمكن السلع والادويه وكل حاجه، احنا في مصر كان عندنا مخزون استراتيجي امن. وكمان الدوله المصريه دايما بتحرص على ان هم يتاكدوا ان توافر هذه السلع لشهور كمان جايه. يا شاذلي احنا عندنا حاجه كويسه جدا يا بسنت اسمها هيئه الشراء الموحد. الهيئه دي تم انشائها بقانون، تتبع طبعا هي هيئه اقتصاديه ذات شخصيه اعتباريه بتتبع رئيس الوزراء، تم انشائها بقانون 151 لسنه 2019. مهمتها الاساسيه ايه؟ مهمتها الاساسيه ان هي توفر كل الادويه والمستلزمات الطبيه في المستشفيات والوحدات الصحيه التابعه للحكومه. مفيش دواء ولا اي حاجه من المستلزمات الطبيه مش متوفره، حتى المبادرات الرئاسيه المعنيه بصحه المصريين، المبادرات الطبيه اللي بتتعمل كل الادويه بتاعتها موجوده، زي ما كانت بسنت بتقول في ازمه كورونا الادويه كلها كانت متوفره وموجوده، ونفتكر بس ان احنا اللي جرينا اشترينا ادويه وخزناها ورجعنا بعد كده مش عارفين نوديها فين، لكن كل الحاجات دي موجوده ومتوفره في ظل انه كان في ازمه بالفعل في دول كتيره جدا في المستلزمات الطبيه. وخير دليل على الكلام اللي بقوله لحضراتكم ان انتم ممكن تنزلوا، يعني هل حد فيكم داخل مستشفى وبيسال على دواء او بيسال على حاجه من المستلزمات الطبيه وما لهاش موجوده؟ هو ده المعيار الحقيقي ان الناس تنزل بنفسها وما تروجش لمثل هذه الشائعات. والجميل قوي ان دايما في متابعه مستمره للموقف، فده بياكد انه يعني ان شاء الله ان شاء الله المخزون ده هيبقى موجود معانا كمان لشهور جايه كتير. وزي ما انت قلت يمكن حتى لو احنا لقينا دواء معين مش موجود دايما بيكون فيه البديل ليه، صعب قوي انك تلاقي حاجه مش موجوده. خلونا نروح دلوقتي في جوله بقى للمحافظات، ومعانا النهارده اخبار من محافظات مختلفه، وخلينا نبتدي من البحيره اللي بدأت في تنفيذ عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية في 9 طرق بنطاق المحافظة، ودخول 39 مسجد جديد للخدمة في محافظة القليوبية. واللواء عصام سعد محافظ أسيوط استقبل المسؤولين عن جهاز شؤون البيئة لزراعة 100 مليون شجرة. وأخبار تانية كتير من محافظات متعددة هنتابعها في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت مجموعة من الأحداث كان أبرزها أن مديرية الطرق والنقل في محافظة البحيرة بدأت في تنفيذ عدد من أعمال الرصف ضمن الخطة الاستثمارية في 9 طرق بنطاق المحافظة بإجمالي 24 كيلومتر، وباعتمادات مالية وصلت ل 73 مليون جنيه تحت إشراف الإدارة العامة للمشروعات والشؤون الفنية. الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف قال إن محافظة القليوبية شهدت السنة دي دخول 39 مسجد جديد للخدمة و78 مسجد اتجدد فيه فرش بإجمالي 25 ألف متر. اللواء عصام سعد محافظ أسيوط استقبل المسؤولين عن جهاز شؤون البيئة وإدارة البيئة بالمحافظة لمناقشة سبل تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة وإقامة حدائق مركزية بعواصم المدن. اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أكد أن المحافظة شغالة على تقديم كل سبل الدعم لمصانع الطوب لضمان استمرار دوران عجلة الإنتاج، ووصل عدد مصانع الطوب في المحافظة ل 650 مصنع بيمثلوا 65% من صناعة الطوب الطفلي على مستوى الجمهورية. مدينة دسوق في محافظة كفر الشيخ شهدت أعمال إنشاء صفايات الأمطار ورصف عدد من الطرق وتطوير ميدان العارف بالله إبراهيم الدسوقي. مديرية الشباب والرياضة في الأقصر أعلنت عن بدء التقدم للاشتراك في المشروع القومي للموهبة الحركية تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر. خلونا نتكلم مع حضراتكم عن خبر 100 مليون شجرة في أسيوط. يعني احنا بنتكلم عن إطار رؤية مصر طبعا، أو في إطار رؤية مصر في التنمية المستدامة 2030، وضمن جهود الدولة في ملف المناخ بالذات. احنا عارفين أن مصر طبعا هتستضيف مؤتمر المناخ كوب 27 في نوفمبر القادم، فالحقيقة مصر بقى ليها دور كبير قوي قوي في ملف المناخ، والمحافظة أسيوط بالذات بتنسق مع جميع الجهات التنفيذية عشان يقوموا زرع الأشجار على الطرق بالذات المثمرة منها، لأن طبعا ليها دور كبير جدا جدا في تنقية الهواء. وده يمكن يعني حاجة احنا حابينها من محافظة أسيوط، وحابين المحافظات التانية كلها تطبق مثل هذه المبادرة لأن مهمة جدا، وبيوضح قد ايه مصر كمان والمصريين في جميع المحافظات عندهم وعي بمسألة المناخ أو مشكلة المناخ اللي بيواجهها العالم كله دلوقتي. هي مبادرة رئاسية بالفعل، بس انت سيتم تعميمها طبعا في كل محافظات الجمهورية بزرع 100
100 مليون شجرة هدفها تقليل الانبعاثات الكربونية للحفاظ على البيئة، الحفاظ على المناخ. شايفين تأثير التغيرات المناخية عاملة فينا إيه؟ فدي كانت مبادرة رئاسية مهمة جدا. بدأنا زي ما كنا بنتكلم في أسيوط، والمحافظات الأخرى بدأت هي كمان في زرع الشجر، وإحنا كمان ممكن نساهم في بيوتنا. يعني زي ما دايما بنقول يا بسنت، في بيوتنا كده ممكن نزرع حاجه صغيره كده في البلكونه، بالتاكيد هتفرق. يعني لو كل الناس عملت كده في البلكونه عندها، اعتقد ان هي هتكون او في روف البيوت في يعني طبعا في ناس كتيره بتعمل كده على الاسطح بتاعه البيوت، بيعملوها كلها زرع فعلا، فتبقى حاجه كويسه جدا. طيب دلوقتي احنا هنروح مره تانية لدينا عشان نتعرف منها على ملخص سريع لحاله الطقس. اتفضلي دينا. بشكرك يا محمد. فعلا دلوقتي هنستعرض مع حضراتكم جوله سريعه عن احوال الطقس. النهارده هيكون حر رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري، شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، ده هيزود الاحساس بالحراره على النسب المتوقعه بحوالي 2 لـ4 درجات. كمان النهارده هيكون في نشاط رياح احيانا على بعض المناطق. درجه الحراره في القاهره النهارده 34، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان 42، واقل درجه حراره هتكون في مطروح 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية. مهرجان محكى القلعة لسه مكمل معانا، وامبارح كان في 3 حفلات مهمة جدا في المهرجان، وكان الجمهور مستمتع بحفلة للفنانة الكبيرة نادية مصطفى، واللي قدمت مجموعة من أجمل أغانيها واللي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير. خلونا نشوف التقرير اللي جاي. ليالي من السحر والجمال، سحر الصوت والغناء وجمال الصورة والأجواء. مهرجان القلعة الدولي اللي بتستضيفه قلعة صلاح الدين لمدة 20 يوم وبسعر رمزي للتذكرة وهو 20 جنيه. العائلات والشباب بيجوا هنا عشان يخرجوا من ضغوطات الحياة ويعيشوا ليلة مميزة وفريدة، يلا نعيشها معاهم. وسط التاريخ والألوان المبهجة، احتضنت قلعة صلاح الدين للمرة 30 مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء، عشان تقدم للجمهور سهرة ثقافية غنائية متكاملة. والليلة 10 شهدت حضور مميز للفنانة نادية مصطفى. أنا مهما قلت أصلي مش هوصف جماله وحلاوته وإحساسي بالسعادة لما بشارك فيه. يعني أنا النهاردة قلت كلمة، قلت فعلا هو لا يقل أهمية عن مهرجانات كبيرة بتتعمل في البلاد العربية زي قرطاج مثلا أو جرش. مهرجان بكل ما تحمله الكلمة من معاني. جمهور ما شاء الله، بص الأعداد الكبيرة النهاردة، وبص الناس اللي حافظة وبتقول بالكلمة وبتقول صح، يعني في توناليتي صح. بتمنى المهرجان ده يتعمل مرتين في السنة أو 3، ما بقاش في حفلات في مصر في مهرجان موسيقى العربية ومهرجان القلعة، وطبعا المهرجانات اللي بتعمل في اسكندرية أو في محافظات كمان ابتدت دلوقتي تتعمل حفلات في المحافظات. فاحنا عايزين نشاط أكبر، لأن بقاش في حفلات دلوقتي تتعمل اللي هي القطاع الخاص بيعملها. مفيش ليالي تلفزيون، مفيش أضواء مدينة، فهو المتنفس الوحيد لينا دلوقتي، ومش لينا بس، لحتى للجمهور. الجمهور متعطش، عايز يسمع، عايز يسمع فن بجد، مش بس يدخل على اليوتيوب ويسمع اغاني وخلاص اي كلام. يعني ما يقرب من 30 حفل موسيقي وغنائي حتى نهاية شهر 8 بتتنوع فيه الحفلات من مطربين ومطربات وفرق عربية ومصرية، بيقدموا أعمال متنوعة بيستمتع فيها الحضور بألحان وأصوات الآلات الموسيقية اللي اندمجت في تناغم تام مع روح المكان التراثية. احنا كل سنة بنحضره، بس السنة دي في تنظيم عالي جدا وأمن كويس قوي، وقامة من المغنيين مش موجودة في السنة اللي فاتت بصراحة. طبعا أنا باجي الاحتفالات دي مع أسرتي، وباجي دايما كل سنه هنا، وطبعا دي حاجه جميله جدا ان هي متاحه لكل الجمهور. اختار المكان ده، مكان روعه طبعا، لان دوت مكان اثري فبيمثل مصر كلها، يعني مكان ممتاز طبعا. ناديه مصطفى دي من الزمن الفن الجميل، ويعني من الناس اللي هم عندهم طرب بصراحه. انا بستناها كل سنه، بس حظي ان انا جيت النهارده في حفله استاذه ناديه، فالحفله جميله بصراحه، والاسعار لسه زي ما هي كويسه،
وكفايه الجو والهواء بصراحه حاجه منتهى الروعه. طيب الحفله دي انا متعود اخد ولادي كل سنه، لازم كل سنه شيء اساسي ان انا اخد ولادي ونيجي نحضر الحفلات دي لانها في المتناول. طبعا مهرجان محكى القلعه مدته 15 يوم، وفي الحقيقه شفنا في الايام اللي فاتت دي كلها عدد كبير قوي من الحفلات المهمه، وشفنا استمتاع الجمهور قد ايه، وشفنا كمان يمكن دلوقتي استمتاع الجمهور بالفنانه الكبيره ناديه مصطفى، يمكن كمان قد ايه هي نفسها مستمتعه على المسرح. الجو حلو كمان هناك قوي يا بسنت، وحلو اليومين دول كمان، وبرده تذكره يعني 20 جنيه مش رقم كبير، فدي فرصه لكل الناس ان هي تروح وتتبسط وتستمتع. لسه المهرجان مكمل حد اعتقد يوم 31، ففرصة كويسة حل. طبعا الناس تروح وتتبسط، والحفلات منوعة، بنشوف طرب وبنشوف حفلات فيها فرق من الفرق الجديدة وشباب من الشباب الجداد اللي بيغنوا، ففي ميكس كده حلو بحيث انه الاغاني تناسب كل الفئات. الحلو لو كمان حد رايح مع اولاده مثلا هو هيتبسط، واولاده هم كمان هيتبسطوا. حلو كمان ان كل يوم الاقبال حلو، يعني مفيش يوم مثلا الاقبال فيه اقل شويه، لا كل يوم الاقبال فيه حلو جدا، والناس مستمتعه جدا بالفنانين اللي بيقدموا الحفلات. عارف كمان هنقرا دلوقتي الكومنتس اللي الناس كتبتها على سؤال حلقه النهارده، وكان السؤال هو ليه بنحب اكل الجانك فود برغم مشاكله الصحيه، وقلنا طبعا سالناكم تحكوا لنا عن تجاربكم، وخلونا نبتدي باول كومنت مع محمد همام اللي بيقول من الوادي الجديد، بيحيينا من الوادي الجديد، اهلا بيك، دايما تلاقي الممنوع مرغوب، بس انا باكد لكم ان الاكل المعمول في البيت بيبقى احلى بكتير وصحي، واحلى الاكلات اللي بفضلها بلا منازع هي المندي. فيعني محمد انت ذوقك حلو جدا في الاكل، مطروح ياكل مندي طبعا. هو طبعا مفيش شك ان الجانك فود طعمه حلو جدا، بس احنا ممكن نعمل ايه؟ ممكن نخليه على فترات، يعني احنا ككبار نخليه على فترات، ولاولادنا كمان نخليه على فترات، عشان ما نبقاش منعناهم قوي منه وهم بيشوفوه بيشوفوا اعلاناته فهيبقوا عايزين يجربوه، فاحنا ممكن نخليهم يجربوه مره كل شهر كل شهرين، اعتقد ده مش هيكون ليه التاثير قوي عليهم. يعني عبد القادر مرعي بيقول صباح الخير عليكم، طبعا الجانك فود حلو، لكن الاكل الطبيعي والصحي بدون مكسبات طعم ولا مواد صناعيه غير صحيه وبيحافظ عن صحتنا، بيحافظ على صحتنا طبعا، ده بيتكلم على الاكل بتاع البيت، بنصح ولادنا بعدم التعود عليه، ومفيش احلى من اكل البيت ودمتم في حفظ الله. صباحك فل يا استاذ عبد القادر. انا عايزه بس اقول الكومنت بتاع نرمين لانه لذيذ قوي، نرمين بتقول بحبكم جدا، احنا كمان بنحبك يا نرمين. الجانك فود انا كنت دايما بسمع عنه ان هو بيسبب تسمم للي بياكله، وغالبا بيحصل حالات وفاه، وفضلت مصدقه الكلام ده لحد ما دخلت الجامعه ولقيت اصحابي بياكلوا منه وما حصلش ليهم اي حاجه خالص، وكانوا بيقولوا ان هو طعمه حلو، وقلت لنفسي لازم اجربه، وفعلا جربته وكان طعمه حلو جدا وما حصلش ليا اي حاجه. عايز اقول لك يا نرمين ده بالسوق بقى. لا مش كده كمان، لا هنا مشكله الاب والام ان هم راحوا لبنتهم من وهي صغيره، اولاد بيجيب تسمم، فهي خافت فشافت صحابها بياكلوه عادي ما بيجيبش تسمم ولا حاجه، قالت خلاص انا هاكل. لا واضح ان هي حبته كمان دلوقتي مكمله عادي خالص. طيب دي كانت مجموعه من التعليقات، طبعا في انتظار تعليقات واجابات حضراتكم، لكن دلوقتي هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. اهلا بحضراتكم مره تانية من بعد الفاصل. وبالنسبه للاخبار اللي هتحصل النهارده، فالنهارده طلاب الثانويه العامه هيمتحنوا ماده الكيمياء والجغرافيا للدور الثاني، كمان في اربع مباريات قويه في الجوله ال 33 من الدوري المصري، اخبار تانية كتير هنتابعها في التقرير اللي جاي. أحداث كتيرة متوقع حدوثها النهاردة، أبرزها انطلاق مرحلة تقليل الاغتراب بين الكليات في تنسيق الجامعات 2022 من خلال موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب المرشحين في المرحلتين الأولى والثانية، وهتستمر مرحلة تقليل الاغتراب لحد يوم الأربع 31/8 عن طريق موقع التنسيق الإلكتروني على شبكة الإنترنت.
كمان النهاردة طلاب الثانوية العامة في الدور الثاني للشعبة العلمية علوم ورياضيات هيمتحنوا مادة الكيمياء بإجمالي 26,895 طالب وطالبة، وطلاب الشعبة الأدبية هيمتحنوا مادة الجغرافيا بإجمالي 12,431 طالب وطالبة، وطلاب مدارس المتفوقين للعلوم والتكنولوجيا شعبة العلوم والرياضيات هيمتحنوا مادة مقاييس المفاهيم. كمان النهاردة هيمتحن طلاب الدور الثاني لشهادة الثانوية الأزهرية طلاب القسم العلمي مواد التفاضل والتكامل والنحو، وهيمتحن طلاب القسم الأدبي مادة الإنجليزي. النهاردة بالليل هتستطلع دار الإفتاء هلال شهر صفر لعام 1444 هجرية، وده من خلال لجانها المنتشرة بأنحاء الجمهورية. لعشاء الدوري المصري موعدهم النهاردة مع أربع مباريات قوية في إطار الجولة 33 من المسابقة. فاركو هيواجه غزل المحلة الساعة 5:30، وفي نفس التوقيت هيواجه ام بي الإسماعيلي، والساعة 8 إسترن كومباني هيواجه البنك الأهلي، وفي نفس التوقيت طلائع الجيش ضد فريق النادي الأهلي. لعشاء الدوري الإنجليزي هيكون معادهم النهاردة مع سبع مباريات قوية في إطار الجولة رقم 4 من عمر المسابقة، أهمها لقاء تشيلسي وليستر سيتي الساعة 4 العصر، وفي نفس التوقيت ليفربول هيواجه بورتموث، ومانشستر سيتي ضد كريستال بالاس. سريعا هنروح لدينا مره ثانيه عشان تطمننا على حاله الطقس بالتفصيل. فعلا يا محمد، دلوقتي جه ميعادنا مع اخبار الطقس بالتفصيل، وهيئه الارصاد بتتوقع ان النهارده الطقس هيكون حار على القاهره الكبرى والوجه البحري شديد الحراره على جنوب سيناء وجنوب الصعيد. بالليل الجو هيكون مائل للحراره رطب على القاهره، وكمان النهارده هيكون في نشاط رياح احيانا على بعض المناطق. عايزين تفاصيل اكتر عن حاله الطقس معانا على تليفون دكتوره منار غانم عضو المركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا، وصباح الخير على كل الساده المشاهدين. اهلا بك يا فندم. احنا الحمد لله كده الجو بقى معتدل، يعني احنا يمكن حسينا كمان اللي خلاص نسبه الصيف رجعت مره تانية بعد ما كنا حاسين بحراره الجو خلال الكام يوم اللي فاتوا. هل في انخفاض في درجات الحراره مكمل معانا لاخر شهر اغسطس، وهل ممكن ترتفع الحراره في اي وقت مره تانية ولا لا؟ بالفعل يمكن احنا بنشهد يعتبر انخفاضات في درجات الحراره او تحسن في درجات الحراره، لان احنا شهدنا في منتصف الاسبوع الماضي ارتفاعات كبيره جدا في درجات الحراره مع استمرار طبعا ارتفاعات نسب الرطوبه. اليوم وغدا درجات الحراره بتكون فيها حول المعدلات الطبيعيه لها في مثل هذا الوقت من العام، يعني ممكن نقدر نقول مرتفعه عن المعدل بحوالي درجه مع استمرار طبعا ارتفاع نسب الرطوبه، لان احنا بنتاثر بامتداد كتل هوائيه قادمه من على البحر المتوسط ففيها ارتفاع طبعا في نسب الرطوبه، كمان امتداد لمنخفض جوي في طبقات الجو العليا، وده اللي بيعمل على تكاثر السحب المنخفضه والمتوسطه على مدار اليوم، فبدوره بيحجب جزء من اشعه الشمس فبيحد من تاثير اشعه الشمس خلال فترات النهار. فبالتالي احنا احساسنا بالطقس خلال فترات النهار هي اجواء حاره رطبه على اغلب المناطق اللي موجوده في شمال البلاد، مرورا طبعا بسواحلنا الشماليه القاهره الكبرى محافظات الوجه البحري ايضا محافظات شمال الصعيد. الاجواء بتظل اجواء شديده الحراره رطبه على المحافظات اللي موجوده في جنوب الصعيد وجنوب سيناء ده خلال فترات النهار، مع فترات المساء ودخول ساعات المغرب والساعات الاولى من الليل بالفعل في نشاط للرياح على اغلب مناطق الجمهوريه، سرعات الرياح ما بين 30 الى 40 كيلومتر على الساعه، ده كمان بيقلل احساسنا بنسب الرطوبه فبالتالي بنحس بدرجات حراره اقل مع دخول ساعات الليل والساعات المتاخره من الليل والصباح الباكر، ده عظمه نسب الرطوبه فبالتالي بنحس بالاجواء المائله للحراره الرطبه على اغلب مناطق الجمهوريه. احنا بنقول طبعا استمرار ارتفاع نسب الرطوبه ده هيخلينا نحس بارتفاع درجات الحراره بحوالي من درجتين لثلاث درجات، والعظمى اليوم متوقعه 34 درجه مئويه، المحسوسه توصل ل 36 و37 درجه مئويه، وده اللي متوقع يستمر معانا غدا وبعد غدا مع نهايه الاسبوع ان شاء الله. انا كمان عايزه اطمن من حضرتك على الشبوره وكمان حاله البحر. هو طبعا متوقع ان يكون في شبوره مائيه خفيفه على الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، لان احنا بنقول في هدوء لسرعات رياح في الساعات المتاخره من الليل، وكمان في ارتفاع في نسب الرطوبه، فده يؤدي لتكون شبوره مائيه على اغلب الطرق الزراعيه والسريعه والقريبه من المسطحات المائيه، وزي ما قلنا هي بتؤدي لانخفاض طفيف في الرؤيه الافقيه، لكن الحمد لله ما بتاثرش على حركه المرور. حركه الملاحه البحريه على البحر المتوسط او البحر الاحمر هي معتدله تماما،
مؤهلين لكافه اعمال الصيد والملاحه البحريه واعمال التنزه. لكن هو احنا مهم جدا في فترات الصيف تحديدا تجنب اشعه الشمس المباشره خاصه فتره الظهيره من الساعه 12 الظهر للساعه 4 العصر. الفتره دي بنسجل فيها اعلى درجه حراره على مدار اليوم، فمهم جدا نتجنب اشعه الشمس المباشره. احنا كمان بنقول ان احنا مع نهايات الاسبوع او من منتصف الاسبوع هيكون في ارتفاع طفيف في درجات الحراره، لكن الحمد لله مش موجه ارتفاع كبيره في درجات الحراره، يعني متوسط درجات الحراره مع نهايه الاسبوع ما بين ال 35 وال 36 درجه مئويه على القاهره الكبرى. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتوره منار غانم عضو مركز الاعلامي لهيئه الارصاد الجويه، واكيد بنتابع مع حضرتك يوميا تفاصيل الطقس. لكن خلونا دلوقتي نتعرف على درجات الحراره المتوقعه النهارده، وهنبدا معاكم من القاهره والعظمى 34 الصغرى 25، الاسكندريه 31 24، مطروح 29 23، سيوه 37 22، بورسعيد 31 25، دمياط 31 25، اسماعيليه 35 25، السويس 35 25، العريش 32 24، طابا 38 26، كاترين 33 19، شرم الشيخ 39 29، الغردقه 38 28، الفيوم 36 26، بني سويف 36 26، المنيا 36 25، أسيوط 37 26، سوهاج 40 26، قناة 40 26، الأقصر 40 27، أسوان 42 28، الوادي الجديد 41 26، وشلاتين 40 28، وأخيرا حلايب 36 27. بكده حاولنا نطمن حضراتكم عن حالة الجو خلال الكام يوم اللي جايين. هرجع مرة تانية لمحمد بسنت عشان نكمل معاكم فقرات صباحية مصر. شكرا لك يا دينا. شكرا لك. منتخب جامعة المنوفية حصد بطولة كأس مصر للجامعات المصرية، وكانت منافسة البطولة مشارك فيها 16 جامعة ومعهد بتنظيم من الاتحاد الرياضي للجامعات. خلونا نعرف تفاصيل أكتر. معنا على التليفون الدكتورة نانسي أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير على حضراتكم وعلى كل المشاهدين. الحقيقة فرصة أن أنا أتكلم عن الأنشطة الطلابية في جامعة المنوفية. إحنا في الجامعة الحقيقة بناء على توجيهات القيادة السياسية ورؤية مصر 2030 مهتمين جدا بالأنشطة الطلابية وبرامج التوعية وتنمية الشعور بالانتماء عند طلاب الجامعة، ومهتمين كمان بدمج الطلاب وأصحاب الهمم في الأنشطة الطلابية واكتشاف الموهوبين وتبني المبتكرين والمتميزين. مثال لكده، دي كانت اخر حاجه الحقيقه تصفيات كاس مصر لكره القدم، كانت مع تعاون مع وزاره الشباب والرياضه، هي اللي بتدي الطلبه بتوعنا الحقيقه جوائز. حصلنا منتخب جامعه المنوفيه على المركز الاول، وكفر الشيخ على المركز الثاني. ده طبعا كان هو مبدئيا، بس انا عايزه اقول لحضرتك الف الف مبروك لجامعه المنوفيه. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. ولادنا فعلا متميزين حقيقي. وكانوا بيتعبوا على مستوى عالي جدا، واخذوا فتره من التدريب، والاداره المسؤوله عن متابعه الطلبه في الانشطه المختلفه الحقيقه على مستوى اداره النشاط الرياضي، وكمان التيم التدريب ده الحقيقه هم على مستوى، وكان نتاجهم من الطلبه برضو على نفس المستوى. كلهم كانوا بيشتغلوا بمنتهى الاخلاص. وزارة الشباب والرياضة هي اللي بتدي الجوائز. عندنا جائزة المركز الأول 50,000 جنيه للطلبة، والمركز الثاني كفر الشيخ 40,000 جنيه. الحقيقة كل الشكر ليهم، والنظام الجديد احنا يعني الفترات الأخيرة هي اللي بنشوف فيها الحراك الجميل ده. كانت المسابقة كمان باستضافة جامعة اسكندرية على ملاعب جامعة اسكندرية، برضو كل الشكر والتقدير ليها. طبعا بنقل تحيات معالي رئيس الجامعه الدكتور عادل مبارك، وكلنا على نفس الخط مهتمين جدا بالانشطه الطلابيه. عظيم. دكتوره نانسي، ازاي تم اختيار المدربين، وفي نفس الوقت برضو ازاي تم اختيار الطلبه اللي شاركت في هذه المسابقه؟ حضرتك المدربين بالنسبه لجامعه المنوفيه، احنا اختيار للمتميزين منهم بيبقوا ليهم بطولات سابقه ومتعاونين معانا في الجامعه. الطلبه احنا بنعلن على مستوى الكليات 23 كليه ومعهد عن بدايه المسابقه، وبنختار منتخب بعد مسابقات داخليه الاول.
بيبقى فيه مسابقات داخلية بنختار المنتخب، والمنتخب ده بيبقى فيه فترة تدريب طويلة مع مدربين محترفين الحقيقة. يعني بس ده معناه انه الفريق بيبقى من كل السنوات. كل السنوات وكل كليات. اوكي. معانا طلبه من حاسبات، طلبه من تربيه نوعيه، طلبه من تربيه رياضيه، الفريق طبعا متنوع. وهل يعني وهل ده بيبقى بقى التدريبات دي بتبقى موجوده طول السنه ولا في شهور معينه؟ طول السنه على مستوى كل الانشطه والانشطه المتاحه، انما بالنسبه لكل مسابقه بتبقى قبلها بفتره. يعني بيبقى في خطه زمنيه متناسبه مع نوع النشاط يعني. طيب دكتوره نانسي، هل النشاط في هذه المسابقه كان كره قدم فقط مش كده؟ المسابقه دي ده كان كاس مصر لكره القدم. طيب عظيم. الاتحاد الرياضي للجامعات وللناس نظم هذه المسابقه، دوره ايه بشكل عام وتحديدا في الجامعه عندكم؟ الاتحاد الرياضي هو بيجيب لنا مخاطبات بالمواعيد، بالمكان، التدريب، بيحط تايم تيبل مين هيلاعب مين امتى، 16 جامعه المشتركه، بيحط خطه زمنيه وبيبقى موجود معاهم، بيشرف على التدريب. انما الطلبه بتبقى بتاعتنا احنا، طلبه الجامعات اللي احنا بندربها وبنطبق السيستم العام اللي الاتحاد الرياضي. طيب هل في انشطه رياضيه تانية غير الكوره؟ يعني احنا عارفين المسابقه دي بتاعت كوره، هل في انشطه رياضيه تانية موجوده عندكم في الجامعه؟ طبعا في انشطه رياضيه، في طايره، في سله، في كاراتيه، في العاب قوة، في حاجات كتير، ومش بس رياضيه، في فنيه وفي ثقافيه وفي رحلات وانشطه اجتماعيه، في شعر. حاليا احنا عندنا في الجامعه مهرجان المسرح، ده بيبقى كل سنه في الوقت ده من 23 اغسطس ل 4 سبتمبر، كل كليه بتعرض عرض مسرحي، طبعا بيبقى عدين له في اعدادات بقى لهم اشهر طويله، وفي محاكمين على مستوى بيشوفوا كل العروض، وبيبقى في جوائز للعروض المتميزه واحسن ممثل واحسن ممثله واحسن مخرج. عظيم. وده بيبقى احتفال كبير في الاخر بحضور رئيس الجامعه، وبندي جوائز للفريق السابق. الحقيقه احنا عندنا انشطه على مستوى الجامعات جوه الجامعه، وانشطه ثانيه بتبقى قمميه ما بين الجامعات وبعضها. دكتور نانسي، انا بس حابه اتكلم عن اللي جوه الجامعه الاول قبل ما نروح للجامعات الثانيه. هل الانشطه الرياضيه دي بتاخد، واحنا بنشجع اكيد الشباب ان هم يعملوا ده، لكن بتاخد وقت شويه من وقتهم الدراسي، هل بيكون في مراعاه لده في مثلا المحاضرات بتاعتهم، او في درجات زياده مثلا بتبقى بياخدوها كمان؟ يعني عرفينا ازاي الموضوع ده بيمشي. لا بالنسبه للدرجات، لا طبعا الدرجات دي خط احمر، ما فيها اي بايز لاي حد عن حد. هي تقصد كتفوق رياضي يعني؟ تفوق رياضي يا فندم، برضو ده مش متاح عندنا الحقيقه. ويعني كنظام عام يعني، حتى الثانويه العامه الفتره الاخيره درجات التفوق الرياضي دي ما بقتش موجوده الحقيقه. طب يعني بيوازنوا ازاي ما بين وقت التمرين ووقت الدراسه؟ بنحاول التدريبات تكون بعد الظهر، انما وقت المسابقات الفعليه بناخد سماح من الكليه باستئذان بالغياب، بتبقى فتره قصيره، والحقيقه كليات بتشجع يعني، والطلبه اللي شاطر في الرياضه بيبقى شاطر في كل حاجه. طبعا اكيد اكيد احنا بنشجع كمان الطلبه احنا. طيب دكتوره نانسي، انتوا هتحتفلوا بيهم ازاي في الجامعه؟ انتوا بقى الجامعه نفسها هتحتفل بيهم ازاي؟ بيجوا لنا اللي هم اخذوا الفريق الاول اللي اخذ، طبعا اللي بنقعد معاهم نديلهم جوائز ثانيه، طبعا مش زي جوائز وزاره الشباب والرياضه. ما اختلفناش، بس في نوع من الدعم والتشجيع حتى عشان يشجع باقي الطلبه. ده اكيد طبعا. ده اكيد احنا عندنا في كل المجالات الحقيقه في متميزين، وفعلا ولادنا شباب بكره بيحتاجوا كل دعم وكل مسانده، ده حقيقي. طبعا يعني طبعا هم يستحقوا كل تقدير، هم والقائمين على التدريب والاداره المسؤوله. الحقيقه احنا عندنا كتيبه عمل، اداره رعايه الطلاب على مستوى الجامعه والكليات، اداره كبيره جدا ومسؤوله، والحقيقه ده نتيجه شغلها. عظيم. احنا لازم نستعد كمان يا فندم للبطوله العام القادم، لان هي بالفعل هي دي اول سنه، بس هتبقى سنويه خلاص بحسب الاتحاد. أيوة. الرياضي للجامعات. ايوه ايوه تمام، مستعدين، وان شاء الله نبقى دايما على نفس المستوى باذن الله. احنا مبسوطين. والفتره الجايه كمان في برضو انشطه قمميه باستضافه جامعه طنطا في المخيم الخاص بيهم ببلطيم،
برضو في كره طايره بنات وبنين، وفي سله مسابقات ما بين الجامعات وبعضها، وبرضو في قدم. عايزين نشوف فعلا بقى العنصر النسائي يا دكتور، يعني عايزين نشوف الفرق من من البنات كمان بيعملوا يعني بياخدوا بطولات ان شاء الله. موجودين وبقوه ما تقلقيش خالص. هي موجودين وبقوه فعلا يعني. وشكرا فعلا للتوجيهات القياده السياسيه، وبان احنا نبقى كلنا على التراك ونهتم ببلادنا، ده يعني حراك يعني محمود جدا. بنتمنى لهم التوفيق اكيد يا دكتور نانسي، وشكرا لكم مجهوداتكم كمان الكبيره. دكتوره نانسي اسعد نائب رئيس جامعه المنوفيه لشؤون التعليم والطلاب. مشاهدينا دلوقتي موجز لاهم واخر الانباء مع دينا، اتفضلي يا دينا. شكرا لك بسنت. الثامنه صباحا بتوقيت القاهره، السادسه بتوقيت جرينتش، موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى مطار العاصمة التونسية لترأس وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بالتواجد في تونس بعد أشهر قليلة من زيارته لها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. كما أشار مدبولي إلى أهمية مؤتمر تيكاد كمنصة دولية بالشراكة مع اليابان تهتم بقضايا التنمية في القارة الإفريقية. هذا وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء في المطار وزير الدفاع الوطني التونسي عماد ماميش، الذي أعرب عن ترحيبه وترحيب الحكومة التونسية بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات قمة تيكاد، متمنية للوفد المصري كل التوفيق في أعمال القمة. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بقرية أريمون لخدمة الأهالي في محافظة كفر الشيخ. وقالت مؤسسة حياة كريمة إن القافلة استطاعت أن تخدم 2274 مواطنا ومواطنة في 15 تخصصا طبيا، من أهمها الباطنة والأطفال والأنف والأذن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت رادار توجيه أوكرانيا لمنظومة S-300 في بلدة بارينفوكو كوفو، وذلك بمقاطعة خاركيف في شمال شرقي أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 50 من القوات الأوكرانية في دونيتسك وتدمير أكثر من 170 موقع قيادة وتجمعا لقوات كييف وستة مستودعات للذخيرة والوقود. قالت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، رغم اتفاق الحبوب الذي فتحت روسيا بموجبه ممرات بحرية أمام تصدير الحبوب الأوكرانية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا صدرت حتى الآن 1,000,000 طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود بموجب بنود اتفاق برعاية الأمم المتحدة. وأوضح زيلينسكي أنه تم إرسال 44 سفينة إلى 15 دولة، فضلا عن تسليم 70 طلبا آخر لتحميل سفن. وأكد الرئيس الأوكراني أن هدف كييف هو تصدير 3,000,000 طن شهريا. توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن يزداد الجفاف الذي وصفته بالمدمر في القرن الإفريقي، وذلك سوءا مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التوالي، محذرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وحذرت المنظمة من أن كل من كينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ومن المرجح أن تشهد موسم أمطار سيئا. وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلار نوليس إن منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الإفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من أكتوبر إلى ديسمبر، مشيرة إلى أن التوقعات تظهر احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة.
ورياضيا، حقق منتخب مصر لكرة السلة الفوز على تونس بنتيجة 67-61 في إطار أولى مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وكانت الفترة الأولى قد انتهت بتقدم مصر بنتيجة 21-13 قبل أن يعود منتخب تونس في الفترة الثانية ويتعادل بنتيجة 33-33. وفي الفترة الثالثة عاد منتخب السلة وتقدم بنتيجة 54-43 قبل أن يواصل تقدمه في الفترة الرابعة والأخيرة وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 67-61. وتضم مجموعة منتخب مصر لكرة السلة في المرحلة الثالثة كل من جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون. ومن المقرر أن يلتقي منتخب السلة مساء اليوم مع الكاميرون ضمن إطار ثاني مباريات المرحلة الثالثة. ختام موجز الثامنة، فاصل نعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. من كام يوم كده الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي قال إننا بنعتبر حياة كريمة أحد أهم المبادرات العالمية اللي بتدعم المجتمعات المحلية وبتشتغل على تنمية القرى والريف لحل كل المشكلات اللي بتواجه هذه المناطق. مش بس كده، قال كمان أهمية مبادرة حياة كريمة كمثال للعالم كله يمكن تكراره في دول تانية، بالإضافة لأهمية تمويل التنمية في الفترة القادمة. قراءة وافية عن هذه الإشادة هنستعرضها مع حضراتكم بالتفصيل مع ضيفنا دكتور سعيد حسنين استشاري التخطيط العمراني اللي منورنا. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا فندم. يا اهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور، اهلا بيك. صباح الخير. في البدايه، اهميه اشاده الامم المتحده بمثل هذا المشروع، مشروع قومي عملاق حياه كريمه. هو طبعا الاشاده دي هي ناجمه عن ان المشروع فعلا كان مشروع ضخم جدا، وكان بيمثل قاعده عريضه من المجتمع المصري، حوالي تقريبا 60 مليون مواطن، وده في حد ذاته رقم مهول. يعني انت لما تتخيل حضرتك ان كل مواطن من دول تم تخصيص حوالي 15,000 جنيه لكل مواطن عشان خاطر تحسين البيئه اللي موجوده حواليه، ومتخيله ان مثلا حوالي تقريبا تريليون او 100,000 مليار جنيه مصري بيتم تخصيصهم للمشروع ده، هتعرفي ايه اهميته. زائد كمان ان هي تجربه رائده وتم عملها على نطاق واسع داخل يعني نقول ايه كاتيجوري معين من المجتمعات المصريه، وهو المجتمع الريفي. ده على الاقل في تطبيقه في المره الاولانيه، لكن طبعا بعد كده المفروض ان هو هيتوسع ليشمل كافه المناطق الموجوده، سواء بقى مثلا كانت قرى ريفيه او عزب او توابع او حتى المناطق اللي هي المحرومه داخل المدن زي المناطق العشوائيه والمناطق اللي هي غير امنه، وكل ده طبعا بيتم بالتوازي مع بعضه في هذا الأمر. فطبعا إشادة الأمم المتحدة هي أول واحد اعتراف أن مصر كانت رائدة في محاولة رفع المستوى المعيشي للسكان المصريين، خاصة أن هم قعدوا فترة كبيرة جدا يعانوا معاناة، يعني طبعا أهلنا وناسنا ومعاناتهم دي كانت فعلا بتأثر على قلوب المجتمع في الآخر. زائد أن طبعا التجربة دي كبداية أكيد واجهت مشاكل طبعا في الأول، وكانت تجربة بدأت من التخطيط لحد ما وصلت لموضوع التنفيذ، واللي تم تنفيذ المرحلة الأولى فيه لأكثر من 100,100 قرية، وده طبعا رفع من مستوى المعيشي للبيئة اللي هي موجودة، الريفية اللي كانت موجودة، والناس فعلا بدأت تحس بهذا الإطار في هذه القرى، خاصة مع رفع كفاءة الخدمات ورفع كفاءة المرافق وزيادة عدد مثلا الفصول التعليميه داخل الحاجه او الاسره اللي موجوده، او حتى يمكن بعض القوافل الطبيه اللي كانت بتروح عشان تبدا تحسن من المستوى الصحي بتاع السكان في هذا الامر. يعني احنا دايما بنحب كده لما نعرف احنا عملنا حاجه كويسه ولا لا نسمع اشادات من بره. صحيح. بالذات كمان لو جت من الامم المتحده فبتبقى ساعتها اشادات فعلا موثوق فيها، فلما الامم المتحده تقول ان احنا عايزين ننقل الخبرات دي او ننقل الفكره دي ونطبقها في مجتمعات بره، فده حاجه كبيره جدا تدعو للفخر الحقيقي. طبعا. ففي وجهه نظرك يعني ازاي احنا ممكن نعمل ده، وهل ممكن فعلا ممكن نطبق مبادرة حياة كريمة في مجتمعات خارجية يمكن؟ تمام. بس أنا يمكن حابب بس أقول إنها مش فقط إشادة، ده هو اعتراف بإن التجربة دي نجحت. يعني الإشادة دي ممكن يعني أنا شايف إن الكلام ده كويس والكلام ده حلو، لكن لما بيلاقي إن هو حاجة عايز يتم تطبيقها على مستوى أوسع شوية على مستوى العالم،
ده في حد ذاته وتم ادراجها في السابق ضمن شركات احنا عندنا منصه شراكات من اجل التنميه المستدامه. تمام تمام. احنا عندنا يمكن قريب مننا جدا في يمكن اكثر من 50 دولة افريقية وطبعا برضو دول امريكا اللاتينية وبعض الدول اللي موجودة في شرق اسيا، كل الكلام ده هي دول تقريبا مشابهة لمصر في معدلات الفقر والكلام ده كله، فبالتالي كان فعلا برضو في مشاكل كتير جدا لا زالوا هم يعانوا فيها. فلما الامم المتحدة تقول ان انا ممكن اجرب هذه التجربة، هي عارفة كويس قوي انها بتتعامل مع تقريبا 40% من العالم كله، وبالتالي لما يتم تطبيق التجربة المصرية بهذا الإطار بعد المحاولات اللي تمت، وطبعا اللي هو في طبعا كان في فشل وفي نجاح وفي تجربة وفي حاجة وفي أخذ ورد وكيفية توفير دعم مادي ودعم نفسي كمان للمجتمع عشان خاطر يبدأ إن هو يتعامل مع الحاجات دي كلها، فطبعا تطبيقه على مستوى العالم لازم يكون لمصر دور أساسي فيه، على الأقل إن هو إحنا بناخد الخبراء اللي هم تم التعامل معاهم وبناخد الناس اللي هي دور كانت استشاري طبعا الاستشاريين الموجودين، فتبقى مصر هي فعلا الـ نقول ايه مباشره هي الجايد الاستشاري للعالم كله في هذا الصدد. احنا النهارده ما بنقولش عليها اشاده، احنا بنقول عليها اعتراف بنجاح، اعتراف بنجاح المبادره. مظبوط يا فندم. يعني لكن الاشاده دي زي ما قلت لك ممكن تكون التجربه موجوده وانا بجربها ولسه حتى ما شفتش نتيجتها، نتيجتها انها بدات تبان في الوقت الحالي حتى يمكن على النطاق اللي هو موجود 300 قريه مثلا اللي كانوا في البدايه ولحد ما وصلت ل 1100 قريه اللي هو في المرحله الاولى، وهيبدا تنفيذ المرحله الثانيه قريب يمكن في اكتوبر اللي جاي كصرف صحي وميه وكذا، وبعدين يتم مثلا في بدايه العام الجديد ببقيه القرى اللي هم حوالي 1600 قريه. احنا طبعا يعني يمكن ال 1600 قريه ده كلمه بسيطه قوي، لكن لازم تتكلمي على عدد المواطنين اللي هو ممكن يصل لحوالي 20 مليون مواطن. يعني من 17 ل 20 مليون مواطن، رقم كبير طبعا. دكتور سعيد، هذه التجربه لم تكن لتنجح الا بتخطيط جيد. صحيح. وحضرتك قلت ان هي مرت بمراحل عديده في البدايه، ازاي تم التخطيط والاعداد لهذه التجربه حتى تصل في النهايه لنكون اكبر مبادره انسانيه تنمويه في التاريخ الحديث؟ خلينا نقول البدايه هي عباره عن مشاركه شبابيه كويس الاول في عمل تصحيح او بعض تحسين للمجتمعات اللي هي موجوده فيها. تم دعمها بقرارات سياديه سياسيه ان هي يتم توسعتها وتطبيقها على كافه المجتمعات اللي موجوده. طبعا بدأ هذا الموضوع ان هو مين اللي هو بيشارك في هذا الوضع. رقم واحد ان هو تم تكليف العديد من الاستشاريين، تم تكليف العديد من الاستشاريين ان هم يحاولوا ان هم يجدوا مجموعه من المشروعات ويوفروها في الاماكن اللي هم تم تخصيصها، وبالذات زي ما قلت لك المجتمعات الاكثر فقرا. اول حاجه احنا بنحدد الفئه اللي احنا هنتعامل معاها، فطبعا اللي هم في عندنا قرى للاسف يعني معدل الفقر اللي فيها بيصل لاكثر من 70%، فاول حاجه اختيار البدايه هتكون هنا. رقم اثنين ان هو بيتم تحديد مجموعه من الاستشاريين المصريين ان هم بينزلوا هذه الاماكن ويحددوا ما هي النواقص اللي هي تحاول انها ترفع من مستوى هذا الموضوع، وطبعا بيتم في الدعم الاجتماعي وفي الدعم الاقتصادي وفي الدعم، انا بتكلم على استشارات فقط. بعد كده بيتم تخصيص التمويل اللازم عشان خاطر تنفيذ هذه الموضوعات، ولازم يتم بسرعه وبمشاركه اولا المقاولين اللي هم موجودين في داخل المناطق اللي موجوده، عشان برضه خاطر تلاقي ترفعي طبعا انت عارفه حضرتك ان ساعات فرص العمل اللي تبقى موجوده طالما ان هنا انا بعمل تحسين لهذا الموضوع، انا لازم اشرك الشباب ولازم اشرك كمان المجتمع اللي هو موجود فيه، فاول حاجه انا بختار المقاولين تحت اشراف يا اما شركات كبرى يا اما ان هم نفسهم بيعملوا هذا الموضوع، وده بيوفر فرص عمل ضخمه جدا يعني. زائد كمان طبعا المشروعات الصغيره، فبالتالي الجانب الاقتصادي بيتم حله، يعني التخطيط بيتم على ثلاث مستويات، المستوى الاول هو المستوى الاجتماعي اللي موجود عندنا اللي هو مثلا معدل الفقر بيبقى كذا، المعدلات الاقتصاديه اللي بتبقى موجوده هناك بتبقى قليله جدا وعايزين نرفع في المستوى اللي موجود فيها، زائد كمان بنشوف قيمه المشاركه المجتمعيه اللي بتبقى موجوده وازاي ان هو المواطن بيحاول يشترك مع الدوله في تحسين الوضع بتاع المواطن نفسه اللي هو موجود في قلب هذا الموضوع. فالتخطيط في البدايه هو انا اعرف ما هي الفئات اللي انا هتعامل معاها، الاماكن اللي انا هتعامل معاها، بحط المشروعات المناسبه وبعدين بوفر الدعم المادي في اماكن مناسبه كمان طبعا المشروعات. لازم لان خد بال حضرتك برضو ان احنا عندنا يمكن طبقا للدستور انت ما تقدرش تتعامل مع القطع المملوكه بخاص يعني، لكن تقدر تتعامل مع بعض قطع الاراضي يا اما اللي هو بعض الناس
قال لك لكن احنا ممكن نسمح بوجود هذه الخدمة او ان احنا كمان نعملها في الاراضي المملوكة للدولة او بعض وزارات الدولة اللي بتبقى موجودة زي مثلا الأوقاف زي الري زي بتحاول انك انت توفر ليها قطعة الارض في هذا الموضوع، لان دي برضو من ضمن المشاكل اللي كانت بتواجه الموجودة. واعتقد ان هي مصر بدأت تحصر يعني اي مكان بينزل الشارين بيحصروا الملكيات العامه اللي بتبقى موجوده، وازاي ان احنا بنوفرها. واللي زود الموضوع صعوبه كمان يا فندم بعد اذنك يا بسنت، ان احنا بندور على مكان في القريه يكون يتوسط القريه عشان برضو نسهل على اهالي القريه نفسها. صحيح، اللي هو نطاق الخدمه يا فندم، نطاق الخدمه طبعا ده يمكن ليه اولويه اولى ان احنا نحاول نوفره في نطاق خدمه يقدر يمشي فيها، وعلى حسب الفئة السنية اللي احنا بنتكلم عليها او الفئة اللي موجودة او حتى فئات النوع او نوع اذا كان مثلا مرأة او رجل مسن او طفل. فكل واحد بيبقى ليه نطاق خدمة معين المفروض ان احنا بنوفره، ولو ما لقيناش بنحاول نشوف الاقرب لهذا الموضوع. خلينا نتكلم معاك برضو عن حابين نعرف انت شفت ازاي طرق احلال وتجديد المنازل بقرى حياة كريمة، يمكن دي كمان من الموضوعات المهمة جدا حابين نتكلم فيها. تمام، يعني خليني أتكلم على هذا الموضوع بنطاق معين. النهاردة أول حاجة هي المأوى، يعني المأوى ده لو ما كانش في حاجة جيدة أنت بتتكلمي على مشاكل صحية بتبقى ضخمة جدا، كويس، وزائد كمان المشاكل النفسية. أنت عارفة حضرتك أن في المجتمعات القروية اللي بتبقى موجودة هي المفروض أن هي أصل البلد اللي موجود، وكان المفروض أن هو الأخلاق بتاعتهم والتوجهات بتاعتهم ما فيهاش معدلات إجرام كتير. لما بتلاقي أن المسكن نفسه فيه مشاكل بيحصل المشاكل دي بتأثر على المجتمع وبتزود المعدلات الإجرامية اللي بتبقى موجودة في داخل هذا المكان، يعني احنا بيبقى عندنا مشاكل قانونية كمان. فبالتالي تحسين هذا المنزل بيحسن أولا بيحسن صحة المواطن، ده رقم واحد، وبيخليه يعيش في مأمن. يعني مش التحسين فقط اللي هو شكل المبنى والمكونات اللي جوه، لا ده كمان هو بيبقى حاسس بأمان، لأن هو لما الدولة بتلاقي إن في أحد المساكن مش هيقدر يتحمل مثلا إنشائيا لحاجة معينة فبرضه بتحاول إن هو تحسن له إنشائيا، فبالتالي هو كمان بيحس بالأمان أكتر شوية في هذا الموضوع. تحسين السكن ده من ضمن العناصر الرئيسية لمبادرة حياة كريمة، وعلى فكرة تكلفته برضه بتبقى عالية، تقريبا بتاخد يمكن من 18-20% من التمويل اللي بيبقى موجود، وده يعني شيء في حد ذاته رهيب. يعني رقم اثنين في التحسين في هذا الموضوع اللي هي طرق الاتصالية اللي بتوصل له، فعشان كده يمكن اهتمام الدولة بموضوع الطرق حتى الطرق المحلية اللي هو بيتم عمل الانترلوك ليها مثلا وبتبدأ ان هي تتحط في بعض الأماكن، وبيتم تنفيذ هذا الأمر بحيث يبقى تحسين المكان وتحسين الخدمات اللي هو بيستفيد بها الطلبة وتحسين المرافق وتحسين الطرق كمان عشان توصل لهذا الموضوع. انت كده بتتكلمي عن مأوى مناسب لأهلنا وناسنا زي ما بيقول يعني. طيب دكتور سعيد، الشكل العمراني لقرى مصر هل هيختلف بعد انتهاء حياة كريمة؟ أكيد ده لازم يا فندم، ده مش بس هيختلف، أنا بتكلم مش فقط احنا فندم لما نيجي نتكلم على البلد في الحقيقة احنا بنتكلم على ناس مش عمران. كويس، فطبعا الإنسان نفسه هيختلف، العمران نفسه اللي هو عايش فيه هذا الإنسان لازم يختلف ده بشكل مباشر. على الأقل خالص هيتحسن، يعني هيتحسن من ناحية شكله، هيتحسن من ناحية المتانة بتاعته، هيتحسن من ناحية حتى العمران، وان هو هيبدأ يحس بدل ما انا عمال بوفر لابني بعد 20 سنة، لا خلاص ما في حاجات وفي حلول تانية بدأت تظهر، فبالتالي انا هحاول ايه احسن من نفسي بدون مجور على القانون ولا بدون مجور على يعني النواحي اللي هي المفروض قانونية وانا ما يعني اعتقد عليها. طيب دكتور سعيد، يمكن اتكلمنا عن التحديات اللي يمكن قابلت مبادرة حياة كريمة، لكن عايزين نعرف ايه اصعب المراحل او ايه اصعب مرحلة قابلت مشروع او مبادرة حياة كريمة؟ البداية. توفر المعلومات في البداية ولا ايه؟ يعني طبعا ده رقم واحد. كويس، البداية نفسها بتبقى من اصعب الحاجات اللي موجودة لسبب انت داخلة على حاجة لسه مش عارفها. عشان كده لما الأمم المتحدة انت بتقولي بتشيد، لا انا بقول لك انها اعترفت بالتجربة. ليه؟ لأن خلاص بقى في عندك داتا بيز موجودة، وإن في تجربة حصلت قبل كده وفيها مشاكلها وفيها الحاجات اللي هي الجيدة اللي فيها، فيها الإيجابيات وفيها السلبيات، انت ده رقم واحد اللي موجود عندنا. المشاكل بقى التانية اللي موجودة عندنا، أول حاجة هي توفر الأراضي. يعني زي ما قلت لحضرتك كده ان هو قانون ما ينفعش ان انا استغل اللي هي الحيازات الخاصه في هذا الموضوع الا بعد ما يوافق الشخص اللي هو موجود، فكيفيه اقناع هذا الموضوع ده من ضمن الحاجات الصعبه، خاصه في ان كان في البدايه كان في عدم ثقه ما بين الناس وبعضها، انك انت مثلا ما اجي اقول لك انا هاخد قطعه الارض الموجوده عندك دي في سبيل ان انا هعمل لك كذا، طب انا مش ضمني دلوقتي النهارده، لا انا ممكن في بعض الناس بدات تتقدم بعد حياه كريمه من فتره معينه وقالت لك لا خلاص ما انا شايفه ان هم فعلا بيعملوا هذا الموضوع، فاذا بدات تكون في الثقه دي وبدات تتبادل في هذا الموضوع، ده رقم واحد. رقم اثنين موضوع التمويل،
النهارده لما حضرتك بتتكلمي عن دوله لسه خارجه من ثوره وفي نفس الوقت كمان بنمر بظروف يعني اللي هي بيمر بيها العالم كله تقريبا بدا في بعض الدول تنهار طبعا الحرب العالميه اللي هي موجوده واللي ربنا يستر بس ما تخش على حرب عالميه ثانيه لكن او ثالثه يعني لكن انا بتكلم التمويل اللازم لتوفيره عشان خاطر تطبيق في هذا القانون وفي الحقيقه الحاجه ما وقفتش يعني النهارده لما باجي مع ظروف كورونا هي احنا بنتكلم على بدايه 2019 ومع نهايه 2019 كان ظهور كورونا لكن برضو مبادره حياه كريمه موجوده كملت والتمويل المادي كان والدعم المادي اللي كان موجود وفي الحقيقه لازم نقول ان موضوع المشاركه في حد ذاتها ده كان من ضمن الاساسيات اللي هو خلى الموضوع يستمر وخلى الموضوع ان هو يجيب عائد ليه تاني خالص انه بدات الناس تتكاتف مع بعضها وتشارك الدوله في حاجه موجوده زائد طبعا 20 وزاره ثانيه وغير 23 منظمه محليه وعالميه بدات تشارك في هذا الموضوع الارقام كبيره والمشاركه المجتمعيه كبيره عايز اقول لحضرتك ان من ضمن المشاكل اللي كانت موجوده انت ازاي تقدري تنسقي وتديري هذا الموضوع مع كم الناس المشاركين في هذا الامر فطبعا ده كان لازم يكون في هيئه واحده تمسك حياه كريمه ودي اللي هي مؤسسه حياه كريمه ماسكه هذا الموضوع باشراف اعلى من اعلى مستوى اللي هو المستوى الرئاسي فالكلام ده يعني من اصعب الحاجات الموجوده انك انت تديري مثلا حاجه المفروض مسؤول عنها 20 وزاره ده احنا لما كان عندنا طبعاً بس في طبعاً مشكله طبعاً في موضوع الطرق ان مثلا بنعمل الحاجه ونفس الوزاره اللي المفروض تعمل صرف صحي ونفس الوزاره اللي المفروض مش عارف تعمل ميه والكهرباء تخش تانية في منطقه تانية فبتلاقي ان انت مش عارف تنسقي في هذا الموضوع النهارده انت بتنسقي في مشروع بيخش فيه 20 وزاره وبيطبق على حوالي اكتر من 23 محافظه يعني انت متخيله كم الاداره الموجوده فكل دي صعوبات وكل دي المفروض انها ادرجت في التقارير اللي هي اتقدمت للامم المتحده واللي في الاخر خالص هي اشادت بيه هي مش اشاده يا فندم عشان كده بقول لك مش اشاده ابدا دي لازم تكون هي اعتراف بان التجربه دي مع كل ما مر فيها في المرحله الاولى هي تجربه ناجحه عظيم دكتور سعيد من خلال هذا المشروع كيف تدعم مصر اهداف التنميه المستدامه واحنا سبق قلنا ان الامم المتحده ادرجت هذه التجربه وهذه المبادره ضمن منصه يعني الاشادات او ضمن المنصه التي تعنى بتحقيق أهداف التنمية المستدامة أنا يعني لو اتكلمت عن موضوع الاستدامة في القرى المصرية أولا الاستدامة دي هي بتحقق متطلبات اللي عايشين في الوقت الحالي والمفروض بما يراعي أن الفئات اللي جاية بعد كده أو اللي هو الأجيال اللي جاية بعد كده لا تتأثر مقدراتها بهذا الأمر فبالتالي إحنا عندنا في مشكلة في موضوع الاستدامة ده في العالم كله ان هو البيئه بدات تضجر وبدات انها تقوم ببعض الافعال اللي ممكن خلص يعني تعبر عن غضبها واللي في الاخر ممكن تحصل للارض زي مثلا ارتفاع درجه الحراره وزي الحاجات دي كلها فطبعا حياه كريمه من ضمن الحاجات اللي كانت موجوده انك انت بتقلل التلوث اللي كان موجود يعني طالما على فكره خد بال حضرتك ان يمكن هو في مصلحه مشتركه ما بين الدوله في الاراضي الزراعيه وفي الحاجه لانك انت مثلا ما بيكونش في صرف صحي بيعتمد على ترانشات بيبور الاراضي اللي هي موجوده حوالين الكره وده في حد ذاته انت بتتكلم عن هذا الموضوع وده تدمير للبيئه في حد ذاته فانت بتحسن البيئه موضوع الطرق كلها طالما ان هي فيها تدبيشات فبالتالي السير في هذه الطرق بيسبب نوع من التلوث لان العدم بيبقى اكبر شويه فبالتالي انت فعلا مع تحسين شبكه الطرق ممكن توفر يعني يمكن انا اللي هو الادراج اللي هو قل التلوث في القاهره في الفتره اللي فاتت واللي تم تحسين الطرق فيها لحوالي 26% اقل تلوث من هذا الموضوع فبالتالي انت لما تيجي تتكلم بقى عن مجموعه القرى اللي هي تقريبا بتمثل ثلث مساحه مصر ولو احنا قلنا المعمور هنلاقي بتمثل اكتر من حوالي 80% ولا 90% من مساحه مصر ده في حد ذاته انت بتنقي الجو اللي هو موجود بتحاول تحافظ على الارض الزراعيه بتحاول تحافظ على البيئه من التلوث اللي ممكن يكون ناتج من مخلفات القمامه والكلام ده كله واللي لابد ان هم يتم تطويره واستخدام تاني وعمل كل الاوبشنز اللي هو يقدروا يوفروا السبل عشان كمان موضوع المخلفات وده فعلا في الحقيقه برضو من ضمن الاسس اللي هو ماشيين عليها في حياه كريمه فهم بيحاولوا ينقوا الجو الموجود فاذا هو ده أول مبادئ الاستدامة أنك أنت تنقي الجو وتحاول تقلل التلوث من هذا الموضوع غير طبعا إفادة المواطن وعدم الإضرار بالمقدرات
للأجيال القادمة يعني. يمكن من أهم الأهداف لمبادرة حياة كريمة هي بناء الإنسان، ويمكن ده الموضوع أو المحور اللي بيتكلم عنه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي طول الوقت. إزاي أقدر أنا أستفيد من الإنسان بعد حياة كريمة اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، من بعد ما تم طبعا الاستثمار في يعني كل حاجة حوالين الإنسان الموجودة في البيئة المحيطة بيه، عشان في الآخر يبقى عندنا إنسان يقدر أنه هو ينتج ومؤثر فعال في المجتمع؟ طيب يعني الأول خليني أقول لك هو إزاي إحنا هنصل لجمهورية جديدة. الجمهورية الجديدة دي لا تأتي إلا بإنسان جديد كويس. الإنسان الجديد ده هو إنسان أولا عارف حقوقه كويس قوي كويس، والدولة وهو بيحاول يحقق هذه الحقوق، وكمان عارف واجباته، عارف واجباته في صيانة المقدرات اللي هي تم عملها. النهاردة لو أنا بعمل حاجة والإنسان اللي هو موجود ده مش عارف يستخدمها، أو اللي هو يعني بيستخدمها باستهتار أو مشابه، لابد موجود. فعشان كده لازم الإنسان ده يتم تدريبه كويس بشكل ما، أو خلينا نقول إن هو تعديل سلوك استخدامه للحاجات المقدرات اللي احنا عملناها له أو اللي هو عملها لنفسه بطريقة معينة يحافظ عليها. الكلام ده في الحقيقة دور الإعلام ليه هيبقى كبير، يعني انتوا دوركم في هذا الأمر هو دور عظيم. ليه؟ لأن كنتوا تقريبا بتوصلوا كل بيت يعني، فبالتالي إذا عشان أنا أرفع من المستوى الفكري وأرفع التنمية البشرية للمستوى الوعي عند المقدرات، فلازم أرفع الوعي بتاعه. أولا الوعي إن هو كيفية التعامل مع المقدرات الموجودة، وفي الآخر هي ليك، فبالتالي لازم تعملها بالشكل الفلاني عشان تبقى أطول عمرا، ولو حصل فيها أي مشاكل لازم تتعلمي كمان إزاي يعمل لها صيانة وإزاي. لأن طبعا زي ما قلتلك أنت لما تيجي تتكلمي حتى مع عدد الموظفين اللي موجودين في الدولة اللي هم تقريبا يصلوا من 6 ل 7 مليون مثلا، هل هيقدروا أن هم يعملوا صيانة لكافة المباني اللي موجودة واللي اتعملت في العالم كله عمره كويس؟ فإذا لو المواطن نفسه هو بعد ما أنت عملت له المقدرات اللي موجودة دي وديتها له، انت محتاجه انك انت تدربيه ان هو يحافظ عليها بنفسه، فكده خلاص المجتمع يمشي بشكل كويس. على الاقل يبقى عارف ان هو لو ما قدرش ان هو يروح لمين يعني ويقول له ايه ويعمل الكلام ده كله. فبالتالي انت لازم ترفعي من كفاءه الانسان المصري عشان يتعامل مع الجمهوريه الجديده بالكامل. وعلى فكره ليست الجمهوريه الجديده بس، هي مجموعه المدن حياه كريمه دي بتعمل جمهوريه جديده كويس، لانك انت بتعملي نطاق بيئي معين يعيش فيه انسان مصري بشكل جديد. ما يبقاش هو الشكل اللي عيني عايش عليه بقاله 30 سنة و40 سنة وعايش في الصرف الصحي اللي هو موجود وبيحاول يتعدى على شوية طوبات وبتاع. لا خلاص أنا هحسن لك الموضوع ده، بس أنت محتاج أنك أنت تصونه وتعيش معاه بالشكل المناسب، ما يبقاش الموضوع تدميري. صحيح، حضرتك ذكرت نقطة مهمة جدا إن هو إن كل مواطن يعرف حقوقه وواجباته، دي حاجة مهمة لازم. جدا لازم بعد الانتهاء من مشروع حياة كريمة. بنشكر حضرتك طبعا، شكرا جزيلا الدكتور سعيد حسنين استاذ التخطيط العمراني، شرفتنا يا فندم. شكرا ليك يا فندم. مشاهدينا فاصل سريع ونرجع لكم تاني، خليكم معانا. بنصبح على حضراتكم مره تانيه، ودلوقتي جه ميعادنا مع جولتنا الرياضيه محليا وعالميا. فريق اتحاد جدة السعودي المحترف في صفوفه الثنائي المصري أحمد حجازي وطارق حامد حقق فوز مهم على فريق العدالة بنتيجة 3-0 في المباراة اللي اتلعبت بينهم ضمن منافسات الجولة الأولى من الدوري السعودي للموسم الجديد 2022-2023. وشارك طارق وحجازي في التشكيل الأساسي مع اتحاد جدة، وحجازي ارتدى شارة قيادة الفريق خلال المباراة. وبكده انتهت جولتنا الرياضية، وهرجع مرة تانية لمحمد وسنت علشان نكمل معكم فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. يمكن في بداية الحلقة اتكلمنا مع حضراتكم عن سؤال الحلقة، وهو ليه بنحب الجانك فود رغم مشاكله الصحية. ده السؤال اللي احنا استعرضنا فيه بعض من إجاباتكم على صفحتنا على فيسبوك، لكن خلونا ناخد الموضوع أكتر بشكل علمي ونتكلم عنه أكتر بشكل علمي. ليه عندنا ثقافة الإقبال على أكل الشارع؟ ليه ما فيش التزام بأكل البيت؟ الأضرار اللي ممكن تعرضنا لمشاكل صحية بسبب الإكثار من تناول الأكلات الجاهزة، والأهم بقى من كل ده إزاي نقلل منها ونحافظ على صحتنا ونحد من زيادة الوزن. روشتة في الحقيقة صحية جدا محتاجينها النهاردة، هتكتبها لنا الدكتورة جيهان فؤاد استشاري التغذية العلاجية وتغذية الأطفال وعميد المعهد القومي للتغذية اللي منورانا النهاردة في صباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور. صباح الخير يا دكتور.
صباح النور. يا اهلا بحضرتك دكتور. من غير كلام كتير، ليه بنحب الجانك فود رغم ان احنا عارفين انه عنده بيسبب لنا امراض ومشاكل؟ عشان الدهون فيه عاليه وعلشان طعمه احلى. طعمه احلى علشان فيه مكسبات طعم كثيره، يعني مكسبات الطعم دي انواع كثيره جدا يعني، بالاضافه ان نسبه الدهون بتاعته عاليه، فعشان كده احنا بنحبه دايما. اي حد بيعمل اكل صحي في البيت طبعا اكيد الدهون بتاعته ما تبقاش عاليه. مكسبات الطعم دي كمان للاسف الشديد كمان بتداري لو كان الطعام ده فاسد او غير مظبوط. فممكن ببساطه شديده طبعا مش هتعرفي. الامهات في البيت بس تبتدي تهتم بحكايه مكسبات الطعم اللي هي الطبيعيه، الحبهان والمستكه والحاجات اللي هي موجوده، التتبيلات والحاجات اللي زي كده ما بتطلعش نفس الطعم. هي ما هو بقى ده بيبقى زي ما بيقولوا ساعات يقولوا ده رزق وكل حاجه، لكن للاسف الشديد انتشار هذه الانواع من الاغذيه. انا مش بتكلم على المحلات اللي فيها الموظفين او العمال اللي شغالين معاهم شهادات صحيه، انا بتكلم على عربيات الشوارع او الحاجات الموجوده. طبعا القصه برضو ليها بعد اجتماعي كبير. احنا دوله متوسطه، الناس امكانياتها الاقتصاديه قليله، قصه مشروع انه يعمل اكل ده مشروع مربح فهيلاقي سوق فيه وهتشتغل. كمان تكلفه اعداد الطعام في البيت بقت عاليه جدا على السيدات الفقيرات، فبالنسبه لها انها تدي لابنها فلوس عشان يجيب ساندوتش من بره ده اسهل لها من ناحيه الطاقه والتكلفه في البيت. فاحنا لازم نبص على انا ما اقدرش اقول امنع العربيات اللي موجوده في الشارع، بس زي ما حاصل دلوقتي في تعديل في بعض القوانين علشان العربيه دي المفروض يكون شكلها ايه، المفروض تكون الصلاحيات عامله ازاي، لان احنا بنسافر حتت كتير في العالم وعندهم برضو اكل في الشارع. لكن هي قصه الجانك فود دي قصه تانية. بالنسبه حتى المحلات اللي بتقدم الوجبات الجاهزه ألزمت في الخارج خارج مصر يعني انها تقول المحتويات بتاعه تركيب الاكل والوحدات الحراريه عشان حضرتك تبقى عارف. ولو تاخد بال حضرتك الحاجات حتى السلاسل الكبيره دلوقتي بتحط انواع من الاكل جنبه، يعني هتلاقي خس محطوط فيه سلطات محطوطه في المكان، دي بقت الزام عليهم. لكن للاسف الشديد هتفضل قصه الترانس فات، الدهون المحوله، والدهون المحوله دي في منتهى الخطوره، ارتفاع معدلات الضغط والسكر والقلب زي ما حضرتك شايف حتى في الاطفال الصغيرين والناس الصغيرين. ممكن اكل مره، ده نصيحتنا بقى. مره كل قد ايه مثلا؟ يعني مره في الاسبوع، مره كل شهر، لكن ما يبقاش روتين حياه. حضرتك اكيد عارف ان في ناس روتين حياتهم ان تاكل كل يوم بره طبعا. فبصراحه ده مش صح. كنا بنتكلم عن ده في البدايه ان في ناس بتضطرهم ظروف العمل بالنسبه للسيدات ان هم مش بيعملوا اكل، وفي شباب بتضطروا ظروف ان هو شغال 12 ساعه بره مثلا. معلش هيضطر ان هو يفطر ويتغدى ويتعشى كمان في الفتره دي. هتسمع مني كلام يمكن حضرتك يعني مش متوقعه. اتفضل. الاكل اعداد الطعام ده مسؤوليه الست، كونها ان هي انا تزوجت بقى عندي اسره وعندي اطفال، فانا لازم اكون مسؤوله عن اعداد الطعام. هي واحده مش انا اعمله يعني بنفسي وندخل في حكايه انا مش ملزمه، لا انت مسؤوله عن اسرتك في جميع الجوانب. احنا ما احنا كلنا بنشتغل، احنا كلنا بنعد طعام سابق، بنوفق ما بين البيت وما بين الشغل. ايوه يا فندم. لازم. والست ناجحه على فكره، الست مالتي تاسك، يعني الست تقدر تعمل حاجات كتير. متاكدين من كده يا فندم؟ مش صعب جدا عليها، وخصوصا يا فندم دلوقتي مهما كان مستويات الناس بقى عندها مايكرويف، الناس عندها دلوقتي الفراير اللي هي بتقلي من غير زيت، بيجيبوها بيعملوا جمعيه وبيجيبها باي طريقه، دي سهل عليها. لكن لازم تكون عندها خطه لطريقه الاكل طول الاسبوع. ممكن لو اتزنقنا في وقت صحيح، انا اتاخرت في الشغل ما كنتش عامله حسابي، تبقى مره. لكن روتين حياه بصراحه ده مش صحي خالص، لا عليها ولا على زوجها ولا على الاطفال اللي طالعين. طبعا حضرتك شايف نسبه السمنه عندنا في مصر زايده بهذا المستوى ازاي، وخصوصا بعد كورونا وقعدتنا في البيت وطريقه الاكل. فبصراحه السمنه كمان لما تبتدي من سن صغير ده خطوره كبيره جدا. منظمه الصحه العالميه بتقول ان السمنه مرض كرونيك، يعني مرض زيه زي السكر والضغط والقلب. طريقتنا في التفكير حتى في علاج السمنه دلوقتي ان انا هفضل اعالج طول العمر عشان ما يحصليش المشاكل. لما بتيجي الطفل كمان سمنه معناه انه قريب قوي هيجي له سكر، هيجي له ضغط، هيجي له قلب. بالنسبه لي كدوله بتعتمد على افراد بتعلمهم عشان يبنوا البلد، انا بفقد شخص، فما ينفعش يكون ده تناولنا في الموضوع يعني. عايزين نعرف كمان الناس الفرق ما بين الجانك فود والفاست فود. الناس فاكره انه يعني او بعض الامهات فاكره انه سهل قوي نقلي ناجتس، نقلي ستريبس، نقلي نحط لهم في السندوتشات في المدرسه اللانشون والحاجات دي كلها، الحاجات دي برضو مصنعه، فالحاجات دي كمان مش مفيده وبتضر.
يمكن حضرتك متابعه كلام كتير على المواد الحافظه، يعني في بعض الامراض عند الاطفال دلوقتي الى الان احنا مش عارفين سببها ايه، الاوتيزم مثلا والهايبر اكتيفيتي، الحركه، الاطفال الحركيين واللي عندهم اوتيزم، كل الحاجات دي بيعزوها الى المواد الحافظه، اللبان اللي بيلون اللسان، المصاصه اللي مش عارفه بتعمل ايه، كل الحاجات دي مواد حافظه ممنوعه دوليا بتدخل على الجهاز العصبي. الجانك فود والفاست فود، ما انا ممكن اجيب فاست فود يكون مشوي، القلي ده فيه مشكله بيزود الدهون. تاني حاجه انت مش عارفه نوع، انت عارفه حضرتك في حاجه اسمها الزيت المقلي بيه قبل كده، ده بيتباع في بعض الاسواق. يعني المفروض انا حتى لو الفراير ده الموجود ده، ترتيب الاولويات احنا بنقوله للناس، ممكن تجيب ب 2000 جنيه او 3000 جنيه حاجه مش مهمه، لكن لما الميه مثلا مصدرها، الاكل يكون معمول بطريقه صحيه، ده ممكن نعلمه الامهات، اقول لها معلش اجتهدي وجيبي فراير، بتحبوا الحاجات المقرمشه، لكن الغمر في الزيت مع، اكيد سمعتي حضرتك على موضوع الاكريلاميد وقد ايه بيأثر، القلي مش مفضل. يعني زي ما بقول لحضرتك النفس ساعات بتطلب، لكن ما يبقاش الروتين بتاعي ان انا بقلي كل يوم. يعني حكايه ان انا اللي انا بحدده لنفسي من اللحوم ومثلا والاسماك او كده تبقى متبله ومحطوطه واشوحها، ده طريقه لذيذه في الطعم وصحيه اكثر. لكن خلينا نتفق برضو دكتوره ان مكسبات الطعم دي مهمه. وطب معلش احنا عايزين بس نسال سؤال، بس احنا هنروح نشوف راي الناس. احنا عايزين نسال سؤال، هل مكسبات الطعم والحاجات دي ينفع لو استخدمتها ست البيت والصناعيه اللي هم بيستخدموها بره هتكون مضره ولا هتكون لا؟ لان الطبيعيه زي ما اتكلمنا الحبهان والحاجات دي ما بتديش نفس الريحه ولا بتدي نفس الطعم. لا لو استخدمت في حاجات لا لا في حاجات بس هي يعني مش عارفه، لا في حاجات حلوه كتير جدا اورجن ومش عارفه ده ايه ده اكيد سر الصنع بقى بتاع عربيات الكبده. اما دي التلوث يا فندم، هو سر. طيب خلينا نشوف راي الناس، احنا نزلنا طبعا الشارع عشان نشوف راي الناس، هل بيفضلوا الاكل في البيت ولا الاكل الجاهز والسريع؟ فهنروح دلوقتي نشوف راي الناس ونرجع لحضراتكم مره ثانيه. السؤال الوحيد اللي تقريبا بيتكرر معانا كل يوم، هتاكل ايه النهارده؟ سواء كنت في البيت او في الشغل او حتى خارج مع اصحابك، والمصريين تحديدا ليهم طقوس معينه في الاكل، عشان كده نزلنا سالناهم النهارده عن اكلاتهم المفضله واكلهم اليومي. ايه هي اكلتك المفضله؟ محشي الورق العنب. المحشي يا فندم. الاسماك ان شاء الله يعني. باميه باللحمه الضاني. يعني سمك محشي كده يعني. طبق السلطه مع اي حاجه مشويه يعني. ايه هي الاكله اللي مش بتحبيها تنزل على السفره؟ لا بصراحه انا بحب الاكل كله يعني، بس ممكن البصاره. كل الاكل بحبه. فواكه اللحوم بحبها. ما عدا يعني الفراخ ما بحبهاش قوي. فواكه اللحوم معنا صح. كلش لحمه خالص؟ لا الفواكه بتاعتها اللي هي الممبار والكوا والحاجات دي كلها. تقلي كتير الحاجات المسبكه قوي. المحشي الكرنب. كل اكل تقريبا بحبه وما تعرضتش لحاجه معينه انا بانفر منها ما بحبهاش يعني. طيب قول لي انت بتحب تاكل في الشارع ولا بتفضل اكل البيت؟ لا اكل المنزل احسن. أأمن كمان، أأمن. لا بحب أكل البيت جدا أكتر، وخاصة في الأسعار احنا فيها دي كمان الدليفري بقى عالي قوي قوي. هو بس منقص بس، لكن لا يعني بالنسبة لي أكل البيت أفضل طبعا. لا البيت أفضل طبعا بكل المقاييس وصحي كمان. هو طبيعة الشغل بتاعتنا بتحكم علينا أكل الشارع و90% أكل بقى على طول. صراحة بفضل البيت، يعني أي حاجة ممكن أنا بعملها في البيت، البيتزا، الهامبرجر، الحاجات دي بحب أنا أعملها في البيت عندي. ما احبش اجيبها من بره. اكل البيت لا استغنى عنه. هل في طقوس معينه للاكل؟ طبيعي زينا زي بعض زي كل المصريين. طقوس معينه؟ لا مفيش طقوس معينه يعني مش. لا 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 مفيش حاجه معينه عندي. بحب دايما يكون موجود حاجات خضراء، يعني ماده الكلوروفير دي اللي موجوده في الحاجات الخضراء بتحببني في الحاجات الخضراء الخضروات. شايفه ايه الاكل الغذائي اللي شايفاه من وجهه نظرك مفيد ومليان بكل العناصر الغذائيه اللي بتفيد جسم الانسان؟ هو اي نوع خضار يعني، سبانخ، قلقاس، فاصوليا خضراء، كل الخضروات عامه.
يعني اكل من غير خضروات ما ينفعش. وبعدين بحب ادخل الجبنه البيضه برضو جنب الاكل. بدور على حاجه معينه بصراحه، العناصر الغذائيه واعمل دي واعمل دي. يعني هو تقريبا اهم حاجه يكون موجود فيه سلطه، دي مهمه جدا في الاكل، لكن النظام الغذائي لا. ما دكتور اهو الناس بتاكل سلطه والله كويس اتبسطت. عايزه هم خايفين بس لما يروح ما يلاقوش اكل، خايفين من مراتاتهم. عايزه حضرتك تفهمينا، لان بعض الناس مقتنعه انه مثلا ممكن اكل انا سندوتش الكبده اللي بخمسة جنيه في الشارع من غير ما، مش ناس دول شاذلي. شكرا. يعني هي إنه... هي مره بالمناسبه موضوع الكبده، انا بحب كبده الشارع بالمناسبه، بس ممكن اخليها مره كل شهرين كل 3 شهور. انت قلت بقى حاجه حلوه جدا يا شاذلي، انه الناس ساعات ما تعرفش المشاكل الصحيه اللي ممكن بتحصل من ده، فالدكتور احسن تقولها لنا. المشاكل كبيره جدا. الكبده بالذات، عارف حضرتك كيلو الكبده ب 200 جنيه 200 وشويه، فطبعا اكيد الساندوتش ابو 5 جنيه ده انا مش عايزه اسيب لخيالك ممكن يكون كبده ايه. دي اول حاجه. الكبده من حاجات برضو الحاجات دي انت يعني بعد الشر عليك عرضه لهيباتيتس ايه. يعني هيباتيتس ايه بالذات اكتر حاجه. تاني حاجه انتشر علينا عندنا، يمكن حضرتك تسمع عليها حاجه اسمها اللي هي زي نوع من الديدان كده اللي هي اتش بايلوري، حاجات انواع معينه كده موجوده، والجرثومه المعده. جرثومه المعده دي كارثه، العلاج بتاعها حتى كمان احنا كناش بنصدق ان ممكن تحصل للاطفال، بقت تحصل للاطفال، بتمنع الامتصاص وبتدخل الواحد، وعلاجها في منتهى الصعوبه. والاساس فيها جانك فود، الاكل اللي هو انا عندي عايز اقول لك على حاجه مهمه كمان، في حاجتين مهمين عايزين نتكلم عليهم. ليه احنا بنفضل الاكل؟ دي بقى العادات الغذائيه اللي بتكونها الام في البيت. اللسان، الواحد بيولد ما عندوش تفضيلات غذائية. الأم تبتدي تحط ملح وسكر وحاجات معينة، فتبتدي يبقى عندك اللسان والمزاج بيتحسن بطريقة الأكل. زي الناس دايما تسأل ليه الاندومي عامل كده في الناس، مع أنه في منتهى الخطورة، علشان بيخاطب حاسة كده اسمها الأمامي سنسيشن، اللي هي إيه؟ إحساسك بحاجة طعمها في مدهن شوية، فالولاد بقى مدمنين ليه من كتر ما هم بيأكلوه. فدي حاجة مهمة ان احنا من الاول نبتدي التفضيلات الغذائية للحاجات الصحية في البيت، يعني ده مسؤولية على الامهات. الجرثومة المعدة دي في منتهى الخطورة، هيباتيتس، حاجات تانية كتير. نخش على حتة مهمة، احنا داخلين في تغيرات مناخية. التغيرات المناخية بتخلي درجات الحرارة لو تاخدوا بالكم ارتفعت عننا عن المطلوب، فده بيعرض الاكل للفساد السريع. يعني زمان كنت تقولي الاكله دي بره الثلاجه 4 ساعات، دلوقتي مع ارتفاعات درجات الحراره ما تنفعش تقعد اصلا بره الثلاجه. وساعات الناس كمان حتى في البيت بتعمل حاجات غلط في الطهي، يعني دايما الناس متعوده تعمل الاكل وتسيبه اللي ياكل ياكل، وبالليل نشيله في الثلاجه. ده في منتهى الخطوره، لانه بيخليها مليانه بكتيريا برضه. فانا المفروض اعمل الاكل ويهدى واحط. حضرتك بتقولي ده في البيت، امال لو بره بقى؟ فلو بره انت مش عارف يا فندم، عشان كده بيزود قوي مكسبات الطعم والمنكهات اسمها كده، علشان يديك انت مبقاش عارف ده فاسد مش فاسد، وده صحيح. يعني مشكله كبيره بصراحه. طيب حضرتك قلتي برضو انه ست البيت ممكن هي طبعا ملزمه ان هي تعمل الاكل او توفر الاكل لاولادها، ممكن يوم يومين بيحصل ظروف مثلا، او مشغوله او اتاخرت في الشغل او اي حاجه حصلت فما عملتش اكل في البيت، ففي الحاله دي الاولاد هياكلوا من بره. ياكلوا ايه من بره؟ مشويات. ويكون حد عارفان، وبلاش بقى يكون جنبها بطاطس وحاجات زي كده، لان دي للاسف الشديد مشكله كبيره في التخن، ما انت شايف اللي حاصل. يعني ممكن سمك لو حد هي عارفه حد ان هو كويس، لان برده على فكره الاسماك ممكن تفسد ومش هتعرفها غير بعد ما يحصل تسمم فعلا منها. فهي يعني يبقى عندنا، طب ما نعمل اكل اللي هو عندنا فول ونفتح جبن وحاجات زي كده في اليوم ده، الجبن والفول والتونة والحاجات دي نتغدى يا فندم. ايه المشكله؟ هو الغدا مش لازم يكون انت مشكلتك ايه؟ مش طبق لازم صحي. طبق صحي فيه بروتينات، اسلق بيض، اعمل اومليت، يعني اليوم ده مش لازم يكون حاجه فيها كلام كتير مش عارف مصدره، يعني ممكن حاجه تكون في البيت. بالاضافه ان هي لما كنا عامله الحاجات سابقه التجهيز في البيت، اللي يجي الطاسات موجوده، اشوح وعندي سلطه، علبه سلطه معموله، يعني يبقى في عندنا تصورات
للتصرف، عشان الام بتبقى عليها مسؤوليات كتير، يبقى في مساعده كده للتصور ايه ممكن ناكل ايه. على كل حال هي مسؤوليه كبيره قوي على الام والاب ان هم يوفروا مناخ امن للاولاد ولنفسهم، عشان خاطر نضمن وجود يعني انسان زي ما حضرتك قلتي صحي، لانه الانسان الصحي ده هينتج في المجتمع وهيبقى انسان فعال وذات كفاءه ولمستقبله. انما لا، الانسان التعبان اللي بيعاني من السمنه والقلب والضغط، احنا كده فقدنا قيمه من المواطنين الموجودين عندنا، وده اكيد حاجه احنا مش عايزينها. كل الشكر ليكي يا دكتور، يعني نورتينا وافدتينا في الحقيقه. دكتوره جيهان فؤاد، استشاري التغذيه العلاجيه وتغذيه الاطفال وعميد المعهد القومي للتغذيه. شكرا يا فندم، ميرسي. عظيم جدا، شكرا لحضرتك طبعا على كل هذه المعلومات. الموضوع بيبدا من وانت صغير، يعني الاب والام دلوقتي وطفلهم لسه صغير يبتدوا يعودوه على انه ما يتعودش، زي ما الدكتوره كانت بتقول بتزود سكر بتحط ملح، فهو خلاص مزاجه اتظبط على الحاجات دي. انت مع الوقت هتبتدي بقى طبعا هي مشغوله، فيبتدي يتعود ان هو يطلب دليفري بعد ما يكبر، فخلاص هو اتعود على ده. فهي طالما انت عودتيه على كده هو هيفضل طول عمره كده، وده طبعا هيضر بصحته بشكل كبير جدا. بنشكر حضرتك يا فندم. دلوقتي معد موجز لاهم الاخبار مع دينا. اتفضلي دينا. شكرا لك محمد. التاسعه صباحا بتوقيت القاهره، السابعه بتوقيت جرينتش. موجز الاخبار من التلفزيون المصري، اهلا بكم. وصل رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إلى مطار العاصمة التونسية لترأس وفد مصر في اجتماعات القمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8، نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي. وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن سعادته بالتواجد في تونس بعد أشهر قليلة من زيارته لها خلال اجتماعات اللجنة العليا المشتركة بين البلدين. وأشار مدبولي إلى أهمية مؤتمر تيكاد كمنصة دولية بشراكة مع اليابان تهتم بقضايا التنمية في القارة الإفريقية. هذا وكان في استقبال رئيس مجلس الوزراء في المطار وزير الدفاع الوطني التونسي عماد ماميش، الذي أعرب عن ترحيبه وترحيب الحكومة التونسية بالمشاركة المصرية رفيعة المستوى في اجتماعات قمة تيكاد، متمنيا للوفد المصري كل التوفيق في أعمال القمة. نظمت مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية بقرية أريمون لخدمة الأهالي في محافظة كفر الشيخ. وقالت مؤسسة حياة كريمة إن القافلة استطاعت أن تخدم 2274 مواطنا ومواطنة في 15 تخصصا طبيا، من أهمها الباطنة والأطفال والأنف والأذن. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية دمرت رادار توجيه أوكرانيا لمنظومة S-300 في بلدة بارينفكو فو بمقاطعة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا. وأكدت وزارة الدفاع الروسية القضاء على أكثر من 50 من القوات الأوكرانية في دونتسك وتدمير أكثر من 170 موقع قيادة وتجمعا لقوات كييف في، وأيضا 6 مستودعات للذخيرة والوقود. قالت وزارة الخارجية الروسية أن العقوبات الغربية تعيق تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية، رغم اتفاق الحبوب الذي فتحت روسيا بموجبه ممرات بحرية أمام تصدير الحبوب الأوكرانية. وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به لتنفيذ مذكرة التفاهم بين روسيا والأمم المتحدة حول تصدير المنتجات الزراعية والأسمدة الروسية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا صدرت حتى الآن 1,000,000 طن من المنتجات الزراعية من موانئها على البحر الأسود بموجب بنود اتفاق برعاية الأمم المتحدة. وأوضح زيلينسكي أنه تم إرسال 44 سفينة إلى 15 دولة، فضلا عن تسليم 70 طلبا آخر لتحميل سفن. وأكد الرئيس الأوكراني أن هدف كييف هو تصدير 3,000,000 طن شهريا. توقعت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية التابعة للأمم المتحدة أن يزداد الجفاف في القرن الإفريقي سوءا مع موسم الأمطار الشحيحة الخامس على التوالي، محذرة من كارثة إنسانية غير مسبوقة. وحذرت المنظمة من أن كل من كينيا والصومال تشهد أسوأ موجة جفاف منذ 40 عاما، ومن المرجح أن تشهد
موسم أمطار سيئا. وقالت الناطقة باسم المنظمة العالمية للأرصاد الجوية كلار نوليس إن منتدى التوقعات المناخية الموسمية في منطقة القرن الإفريقي الكبرى أصدر توقعاته لموسم الأمطار من أكتوبر إلى ديسمبر، مشيرة إلى أن التوقعات تظهر احتمالات مرتفعة لظروف أكثر جفافا من المتوسط في معظم أنحاء المنطقة. ورياضيا، حقق منتخب مصر لكرة السلة الفوز على تونس بنتيجة 67-61 في إطار أولى مباريات المرحلة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم. وكانت الفترة الأولى قد انتهت بتقدم مصر بنتيجة 21-13 قبل أن يعود منتخب تونس في الفترة الثانية ويتعادل بنتيجة 33-33. وفي الفترة الثالثة عاد منتخب السلة وتقدم بنتيجة 54-43 قبل أن يواصل تقدمه في الفترة الرابعة والأخيرة وتنتهي المباراة لصالحه بنتيجة 67-61. وتضم مجموعة منتخب مصر لكرة السلة في المرحلة الثالثة كل من جنوب السودان وتونس والكونغو الديمقراطية والسنغال والكاميرون. ومن المقرر أن يلتقي منتخب السلة مساء اليوم مع الكاميرون ضمن إطار ثاني مباريات المرحلة الثالثة. ختام موجز التاسعة، فاصل عود لحضرتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. من يومين الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وقع 7 مذكرات جديدة لإنتاج الهيدروجين الأخضر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع 7 شركات وتحالفات عالمية. خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الهيدروجين الأخضر. ما هو الهيدروجين الأخضر؟ إزاي بيتم تصنيعه؟ وهنستخدمه في إيه؟ وهل بالفعل مصر قادرة على أنها تكون مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر؟ كل هذه التفاصيل هنعرفها من الدكتور ثروت راغب أستاذ هندسة البترول والطاقة. صباح الخير عليك دكتور. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. أهلا بيك يا فندم. في البداية عايزين نوضح للسادة المشاهدين إيه هو الهيدروجين الأخضر؟ تمام. طبعا في الاونه المؤخره العالم كله بدا يتكلم عن الهيدروجين الاخضر، وعشان طبعا هو يعتبر من مصادر الطاقه النظيفه. بكل بساطه كده الهيدروجين الاخضر هو بيتسمى اخضر على اساس ان هما الطاقه الكهربائيه اللي بتحلل الميه جايه من الطاقه المتجدده زي السولار بانل انرجي او طاقه الرياح وخلافه. بطريقه بسيطه باخد الميه بحللها تحليل كهربائي. انت عارفين ان الميه الكيميكال كومبوزيشن بتاعها H2O يعني هيدروجين واكسجين. بعمل عملية تحليل كهربائي لهذه المياه بفصل الهيدروجين لوحده والاكسجين لوحده، وبالتالي باخد الهيدروجين بعد كده بستخدمه بقى بعمل له عملية تسهيل او خلافه. والاكسجين بيطير في الجو. لا ممكن بعد كده باخده بقى عشان ده اللي انا عايزه. ممكن بعمله مثلا بضغطه ببريشر بيتحول لسائل وخلافه، بس ده المنتج بتاعي في الاخر خالص هو الهيدروجين. بعد كده بستخدمه بقى في وقود السيارات، بستخدمه مثلا في التسخين، في اي نوع من انواع انتاج الطاقه الحراريه وخلافه. ولكن هو ده في الاخر خالص ان انا ما بحتاجش خالص الوقود الاحفوري كمثلا غاز ناتشورال غاز او خلافه ان انا احصل عليه، مش علاقه بيه تماما. اللي احنا بناخد من الهيدروجين اللي طلع من الوقود الاحفوري اللي هو الغاز ده بيسموه الهيدروجين الازرق، تمام، الازرق يعني، تمام، اللي هو البلو هيدروجين. فده بمنتهى البساطه كده ان انا باخد الميه بعمليه تحليل كهربائي. طب الطاقه الكهرباء دي منين؟ بيجي عن طريق الطاقه النظيفه، عشان كده اسمه جرين، ما فيش خالص له اي نوع تلوث بيه ولا بيطلع فيه ثاني اكسيد الكربون خلافه. ولكن الهيدروجين الازرق ده لما بيطلع من الناتشورال جاز او الغاز الطبيعي بيطلع معاه ثاني اكسيد الكربون، بس احنا بنقدر نفصله بحاجه اسمها سي سي اس اللي هو الكابشر كربون ستورج، بشيله مثلا وبخبطه بردك بحوله عشان يبقى هيدروجين صافي. ولكن طبعا الهيدروجين الاخضر هو ده الترند او هو ده العالم كله بيطلع عليه، عشان العالم كله بيحاول يحجم موضوع التلوث البيئي بثاني اكسيد الكربون اللي طالع من الوقود الاحفوري على مستوى العالم. لان احنا بنشوف دلوقتي طبعا عارفين ان مصر ان شاء الله تستضيف كوب 27 في شرم الشيخ، وكان قبل كده في جلاسكو في يوكي، على اساس ان احنا عايزين نقلل الذرات الاحتباس الحراري والتقليل من ثاني اكسيد الكربون. فالترند العالمي دلوقتي هو موضوع الحصول على الهيدروجين واستخدامه في متوطدات الكهرباء او في عمليه السيارات مكان الغاز، عشان نحجم موضوع الاحتباس الحراري وثاني اكسيد الكربون العالمي. هل يعد انتاج الهيدروجين الاخضر مكلف؟ طبعا المشكله الوحيده دلوقتي اللي العالم كله بيعاني منها هي موضوع التكلفه
موضوع التكلفه اللي انا احصل على الطاقه الكهربائيه، فزي ما قلت لحضرتك ان احنا بنحصل عليه من الطاقه اللي هي النظيفه اللي هي السولار البانل، وبالتالي المحتويات المكونات اللي هي موضوع الكهرباء من الطاقه الشمسيه مكلفه جدا، لان احنا بنجيب خلايا من خلايا الكهرباء، ودي طبعا بيجي تصنيعها من الخارج، وخلايا ما عندناش تصنيع مؤقت في هذه الاشياء، وبالتالي ده عشان اجيبه من بره مكلف جدا، والخامات نفسها بتاعتها والمكونات بتاعتها بتبقى عاليه جدا. لو مكلف لو بس هستخدم السولار بانلز او يعني الطاقه الشمسيه، لكن لو استخدمت الكهرباء اقل تكلفه. صح؟ الكهرباء معناها مثلا لو استخدم طاقه رياح، لان اللي اسمه جرين هيدروجين لازم استخدم حاجه نظيفه، فايه اللي في الجرين عندي؟ في عندي الطاقه النوويه، في عندي طاقه الرياح، في عندي السولار بانل دول، تمام؟ لازم الناس تعرفها برضو، لو انا هستخدم الطاقه النوويه في عمليه الحصول على الطاقه الكهربائيه لتحليل المياه بيسمونها في الحديث اسمه اللي هو الهيدروجين الاصفر مش الهيدروجين الاخضر، تمام؟ برضو الناس بتعرف ايه الفرق ما بين الهيدروجين الاخضر، وفي حاجه اسمها الهيدروجين الازرق، وفي حاجه اسمها الهيدروجين الاصفر، وفي عندنا الهيدروجين الاسود كمان اللي هو بيستخدمه الفحم فيه عشان يحولوه طاقه كهربائيه حلوه، فاهم؟ فطبعا كلام حضرتك صحيح، ده مكلف جدا، لانه طبعا الخامات اللي بنحصل عليها عشان نجيب السولار بانل دي مكلفه جدا، وان شاء الله يبقى في تقدم فيها قدام، كل ما الحاجه تتقدم والماتيريال تتوفر يكون في عندي تقليل للتكلفه، وبالتالي هتبقى اسهل في عمليه الحصول على الكهرباء اللي بنستخدمه في تحليل الميه. عظيم. دكتور حضرتك شايف ازاي اهتمام مصر بهذا الملف وتحديدا انتاج الهيدروجين الاخضر في مصر؟ تمام. يعني دلوقتي في توقيع 7 اتفاقيات مع تحالفات عالميه، الشهر اللي فات كان في توقيع برضو اتفاقيات مع الهند ب 8 مليار دولار حقيقي لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر في المنطلق الصدري لقناه السويس. حقيقي. طبعا سياده الرئيس بصراحه يعني بيشوف ايه الترند العالمي وتنوع الطاقه اللي احنا عايزين نعمله في الاخر، وبنحاول يعمله كمشروع وطني للدوله. احنا مشروع وطني للدوله ان احنا عايزين نوطن صناعه وتصدير ونكون بعمليه تصدير كمان، ونبقى مركز عالمي للطاقه في موضوع الهيدروجين الاخضر. دلوقتي طبعا مركز عالمي للطاقه في الغاز، طبعا عملنا عندنا اكتفاء غاز من 2018، انتجنا 7.8، بدانا نصدر شحنات رهيبه جدا للاتحاد الاوروبي، تمام؟ عندنا دخل كويس جدا موضوع الغاز. طيب ايه تاني دلوقتي؟ عايزين نشوف طاقه متجدده اخرى نوطنها في الدوله، فهو طبعا اللي هو ايه عمل مبادرات كثيره جدا اللي هو التحضر الاخضر، وعندنا طبعا موضوع الحصول على الهيدروجين في بعمليه الايه كهيدروجين كجرين هيدروجين عشان ابدا وطن الصناعه ديت فيه. اعمل الكلام ده بيه بعمل اتفاقيات كبيره جدا مع البلاد. مين اللي كويس في هذه الاشياء على مستوى العالم؟ في عندنا فرنسا، في عندنا الهند، في عندنا الامارات، على فكره السعوديه يعتبر من الاولى عربيا في انتاج الهيدروجين الاخضر، يعني الصناعه دي متوطنه فيها اوريدي بالفعل، وتصدر كميات رهيبه منه، تمام؟ وعندنا في المغرب، وعندنا في تونس، واحنا مصر عشان كده احنا بقى لنا رانكينج عالمي في تصدير الغاز عالميا، تمام؟ ليه ما يكونش رانكينج عالمي وترتيب عالمي في انتاج الهيدروجين الاخضر؟ وبالتالي عملنا 7 اتفاقيات مع بلاد اخرى، الهند وفرنسا وانجلترا والامارات والسعوديه، بحيث ان احنا نكون بعمليه توطين هذه الصناعه، واحنا عندنا الحمد لله عندنا مساحات رهيبه جدا في منطقه الاقتصاديه في قناه السويس، بدا يبقى في اتفاقيات، وعندنا الاماكن المهيئه لهذا، عندنا طاقه كهربائيه، عندنا طاقه، عندنا اكبر طاقه شمسيه على مستوى العالم في قاره بنبان، ده معناه ان احنا عندنا طاقه شمسيه رهيبه، وبالتالي لازم استغل كل هذه الطاقه ان انا استخدمها في التحول الكهربائي، فاحنا عندنا كل المقومات اللي هي انها تحفز مصر انها تكون كمركز اقليمي لصناعه الهيدروجين وتوطينه وتصديره كما بنكون بتصدير الغاز، وده طبعا كويس جدا يحسب للدوله. هل معنى الكلام ده ان الهيدروجين الاخضر ده هي دي الطاقه اللي العالم كله متجه ليها في المستقبل؟ تمام. الترند العالمي 2050 هيكون من انتاج الطاقه العالمي حوالي 25% من الطاقه العالميه من الهيدروجين الاخضر، والنتيجه والتجاره العالميه بتاعته خلال هذه الفتره تبقى 770 مليار دولار كقيمه تسويقيه وقيمه تجاريه لهذا الكلام. فالعالم كله بيتجه اليه لان هو ده الترند العالمي. احنا قلنا ان الوقود الاحفوري في يوم من الايام هينضب، سواء كان غاز او سواء كان اويل او خلافه، ولكن الطاقه المتجدده اللي هي موجوده على طول من الطاقه الشمسيه ومن السولار بانل والحاجات دي كلها موجوده، عندنا شمس الليل نهار موجوده في جميع انحاء العالم، للاسف دلوقتي بتلاقي فيه حراره رهيبه، والعالم كل 100 سنه بيزداد درجتين حراره على المستوى النورمال بتاعه، ده طبعا نتيجه الاحتباس الحراري والجلوبال وورمنج دي، وبالتالي ده طبعا ايه ده بيأثر على هذه الاشياء. طيب اهميه وجود هذه المشروعات في المنطقه الاقتصاديه لقناه السويس؟ تمام. طبعا احنا زي ما قلت لحضرتك عندنا مقومات من ضمنها المنطقه الصناعيه، وده اللي جذب الكثير من المستثمرين، وبالتالي ده هيؤدي الى وجود مصانع كثيره بالاتفاقيات اللي تمت مع 7 دول دول، وتقوم بانشاء مصانع، تمام؟ في تسهيلات كثيره جدا الدوله بدات تعملها في موضوع هذه التصنيع، مثل التحفيز الضريبي وخلافه عشان تجذب ناس مستثمرين، لما المصانع تتم
هيكون في ايدي عامله شغاله اثناء عمليه انشاء المصانع، وبعد كده عماله دايمه اثناء عمليه الانتاج وخلافه. الناس لازم تعرف برضو ان الهيدروجين الاخضر كهيدروجين وقود وبينتج برضك امونيا واسمده، طبعا ده مهم جدا، ومصر برضك بتحاول انها تكون الليدر في موضوع الاشياء الاسمده والتصدير عليها، فده طبعا هيؤدي الى وجود دخل زياده للدوله من هذه الاشياء والهيدروجين الاخضر، واللي الدوله بتتطلعه عايزين نوطن صناعه، عايزين نجيب دخل، عايزين نزود الاحتياط الدولاري لمصر، عايزين نبدا نصدر، وبالتالي مصر عندها كل المقومات انها تكون بعمليه الحصول ده، وان شاء الله في اوقات قريبه جدا يبدا الانتاج ده. وطبعا احنا عندنا شركات زي شركه ان الايطاليه عملت بالفعل توأمة مع مصر عشان تكون بعمليه الدراسات لانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر، ودي شركات من الشركات الضخمه اللي هي قامت بعمليه اكتشاف حقل ذره في مصر وانتاجه. وده طبعا شيء كويس جدا يحسب ليه الدوله انها بتفكر في هذا الترند العالمي. طيب دكتور، حضرتك دلوقتي ذكرت مجموعه من الدول هي متفوقه في هذا المجال، وعربيا هي المملكه العربيه السعوديه هي الاولى عربيا. كيف سينظر العالم لمصر وشايفه بيخطو هذه الخطوات؟ طبعا العالم طبعا دلوقتي على فكره بيبص لمصر بطريقه مختلفه تماما، لان احنا عندنا السبق العالمي في انتاج الغاز، واحنا دلوقتي مركز اقليمي للطاقه لانتاج الغاز. لو تلاحظ ان حقل ظهر كمثل ان هو المفروض يبدا انتاجه من استكشافه حوالي 5 سنين، احنا عملناه في 28 شهر. العالم كله بيدرس هذه المنظومه في كيفيه الانتاج من هذا الحقل، فمصر لها سبق في كل شيء، اللي عايزك تعمله بتعمله بالتخطيط المنظم وبتعمله في وقت قياسي. فطبعا العالم كله ما عندوش ادنى شك ان مصر هتقود هذه الصناعه في وقت قريب جدا، وبناء عليه جذبت مستثمرين اجانب كفرنسا وبريطانيا والمانيا وخلافه من الدول الاخرى والهند وخلافه انها تيجي تعمل استثمار في مصر. فعالم بجانب كده ان مصر يعتبر من اكثر الاماكن امانا على مستوى العالم في هذه اللحظه. وبالتاكيد كمان يا فندم المجال مفتوح لرجال اعمال مصريين لو عايزين يدخلوا في هذا ده طبعا ده شيء وارد جدا. الدوله بتشجع كل رجال الصناعه ورجال الاعمال المصريين، بدليل انها شركات اوراسكوم وخلافه شركات داخله في هذه القطاعات وخلافه، فمن ضمن رجال الاعمال انها تشجع العنصر المصري اذا كان يريد ان يقوم في هذا القطاع، بالعكس بتدي له تسهيلات اكثر وفاسيلتيز بحيث ان هو يبدا يقوم بالخوض في هذه الصناعه، لانها صناعه مضمونه جدا، والعالم كله بيؤدي بعايز يخش في هذه الصناعه عشان التلوث العالمي، فده ده شيء طبعا مفروغ منه، وهو ده الترند العالمي في هذا انه تنوع الطاقه وحصوله من مصادر اخرى ومن اهمها الهيدروجين الاخضر. احنا بنتكلم على شركات عالميه يعني هتقوم بمشاريع الهيدروجين الاخضر على اراضي مصريه، بنتكلم شركات هنديه وامريكيه وكمان اماراتيه وغيره، موجب التعاون والشراكات دي ايه دلالتها؟ دليلتها طبعا ان العالم ده زي ما قلت لحضرتك ان هو اي مستثمر اجنبي عايز يجي يستثمر في مشروع معين كان لازم يعرف انه يبقى فيه ربحيه معينه. الدوله بتدي له ارض، بتدي له فاسيلتيز، لو في مثلا تاكسس او ضرايب بتدي له تحفيز ضريبي، تمام؟ بيبقى فيه طبعا تسهيلات من الدوله في موضوع التصريح، يعني هو بيدي له تصريح واحد دلوقتي بقى اللي هو بحيث ان هو يعمل كل الاجراءات ويسهل له كل هذه الاجراءات، وده طبعا عشان نصرع من وتيره انتاج وانشاء هذه المصانع. ايام زمان كان عشان تبشي مصنع عايز بقى زيارات وعايز ورق كتير وعايز تصريح، والدوله دلوقتي سهلت هذه الموضوع كلها الكترونيا بحيث انها تساعده في موضوع رئيس الوزراء نفسه بيقعد مع الناس بنفسه ياخد منهم التداول، تمام؟ وزي حتى من امر ان سياده الرئيس نفسه يقعد مع الناس بيقعد مع الناس بحيث انه يجذب الاستثمارات بطريقه سريعه وبطريقه تسهيليه بحيث ان هو يفيد الشريك الاجنبي ويفيد الشعب المصري من ناحيه اقتصاديا وعماله وخلافه من هذه الاشياء. فده طبعا ده كويس جدا ان الدوله متفاهمه طبيعه ومدى فوائد هذا المشروع، وبنى عليه قامت بعمل 7 اتفاقيات في نفس الوقت، مش اتفاقيه واحده او اتنين، لان العالم كله لو هو مش عارف ان الموضوع ده فيري بروتفول وفي عمليه ربحيه كبيره عليه، تمام؟ مش هيبدا يجلس مع رئيس الوزراء ويبدا يطلب ان هو يقوم بعمليه الخوض في عمليه هذا ولو الكلام. مش عارف ان في بنيه تحتيه كمان قويه وتقدر ان هي تقوم بهذه المشروعات. الجميل كمان في الموضوع يا دكتور ان احنا واحنا بنخطط لعمل هذا المشروع وانتاج الهيدروجين الاخضر في مصر، فاحنا حاطين ان احنا نكون مركز اقليمي، يعني بالزبط. حاطين في حسباننا ان احنا هنصدر، مش هنكتفي حتى بالانتاج المحلي او ان احنا نحقق الاكتفاء الذاتي منه. ده حقيقي جدا زي ما قلت لحضرتك ان مصر دايما لما بتبدا في حاجه معانا عايزه تكون هي المركز الاقليمي للطاقه عموما في هذا الكلام. احنا مركز اقليمي للطاقه في موضوع الغاز، انشانا منتدى شرق المتوسط اللي هو يعتبر الليدر او الاوبك بالنسبه للغاز لدول اخرى عشان تكون بعمليه الاشتراك فيه، وبالتالي ده ادى الى عمليه سبق مصر في هذه الاشياء في موضوع ده. وبالتالي طبعا ده احنا عندنا طبعا دلوقتي بنصدر كهرباء للخارج، عندنا بنصدر غاز للخارج،
دلوقتي ان شاء الله رب العالمين البترول ما بنصدرش، بنستورد 30%، ولكن على 2023 بنهايته هنبدا نعمل اكتفاء ذاتي للبترول، نوصل ل 700,000 برميل في اليوم، وبالتالي يحصل فعلا اكتفاء ذاتي. وبنى عليه لما يدخل ان شاء الله الهيدروجين اقدر الدوله انها طبعا تتطلع انها تقوم في مركز اقليمي للطاقه بكل المقاييس، سواء كان هيدروجين سواء كان غاز سواء كان اويل سواء كان كهرباء. وده طبعا عندنا كل المقويات اللي هي تحفزنا على هذا الاشياء، وده ان شاء الله يتم في القريب العاجل. احنا بنتكلم على شراكات متعدده مع دول مختلفه، ده معناه اتاحه فرص عمل مختلفه للمصريين. المجالات بقى اللي هتكون مطلوب العمل فيها ايه هي؟ والله المجالات ممكن ايه، عشان تكون بعمل مصنع للهيدروجين او لهذه الكلام، محتاج طبعا مهندسين كهرباء، محتاج مهندسين ميكانيكا، محتاج كيميائيين، محتاج طبعا كل الناس اللي هي في عندنا حاجه اسمها الميكاترونكس، دي برضه يحتاجوا فيها عشان السولار بانلز وموضوع الكنترول رول. والعماله بقى ايه يا دكتور؟ العماله لو اي حد طبعا حتى مش متعلم بيبدا مثلا من اول، مثلا لو هو مؤهل متوسط يبدا يكون بعمليه الايه الاوبريترز في هذه الاشياء. ولكن الدوله زي ما قلت لحضرتك هيبقى في متوفر فرص عمل اثناء عمليه الانشاءات. لو انا بنشا مصنع معين انا محتاج ناس طبعا بقى بنيين وخلافه و و و و العماله العاديه اللي هي الايه الموجوده عندنا، ولكن بعد كده العماله المستدامه اللي هي التشغيل بقى مؤهله. العماله اللي هتقوم بالتشغيل، العماله اللي هتقوم طبعا اكيد هيحتاجوا مهندسين كهرباء، مهندسين ميكانيكا، ميكاترونكس، كيميكال انجينيرز، دي كل ده طبعا باور ستيشنز، كل ده طبعا ايه هيحتاجوا كل هذه النوعيه من المهندسين. مهندسين بترول طبعا برضه، مهندسين بترول بيكون موجودين برضه موجودين عندنا. فكل ده طبعا هتفتح فرص عمل لهذه المجالات، وفرص كتيره جدا، لان احنا عندنا بنتكلم عن مشاريع ضخمه بمليارات، ومش عندنا مثلا شركه واحده تكون مصنع، عندنا مصانع متنوعه، ومش انتاج هيدروجين، لا انتاج امونيا وانتاج اسمده، وبالتالي ده هيوفر عماله كبيره جدا وعمله صعبه للدوله في المستقبل. عظيم. ده هيخلينا كمان نحتاج ان احنا نزود من انتاج الطاقه المتجدده. تمام. هي الاساس. فده معناه ان احنا برضو هنتوسع في انشاء المحطات لانشاء الكهرباء بالطاقه الجديده والمتجدده، سواء الرياح او الطاقه الشمسيه. ده معناه ان احنا هنحتاج برضو ناس تقوم على عمليه التشغيل. ده اساسي. كل ما يكون في، لو انت انشات اي مصنع من اي نوع، حتى سيبك موضوع الهيدروجين او المصنع ده محتاج عماله، محتاج ناس اثناء عمليه التشغيل، اثناء عمليه الانشاء واثناء عمليه التشغيل. تمام. فده طبعا كل ما، وده طبعا ده اول بكوره لموضوع المشاريع في مصر. طبعا اول ما يبدا هذه الانتاج ويبدا عمليه الانتاج والتصدير، هتلاقي في شركات كثيره ضخمه عايزه تخش. احنا ما بدانا حقل ظهر مثلا كبترول، ما كانش الا في شركه ان الايطاليه هي اللي بتبدا، لان دخل عندنا اكسن موبيل، دخل عندنا تشيفرون، اول مره يخشوا في مصر كاوبريتورز، ده جذب العالم كله كمستثمر. نفس الكلام في الهيدروجين، اول ما العالم يبدا يعرف ان احنا خلاص بدانا عمليه انتاج، الناس لازم تعرفوا ان الهيدروجين ده هتبقى في عندنا محطات هيدروجين بالوقود للسيارات. تعال دلوقتي في بقود زي مثلا ايه، بنزين وسولار وغاز طبيعي. في بعد عندنا برضك محطات للهيدروجين، العربيه تخش تشحن هيدروجين تمام وتتحرك العربيه، وبالتالي ده، والسعوديه فيها كده، والامارات ده الكلام ده من زمان، مش حاجه جديده يعني. وبالتالي انت ماشي في جرين لاند، جرين ارياز، ما فيش عندك ثاني اكسيد الكربون تلوث بيه للدوله، وبالتالي ده هو ده اللي الدوله بتهدف اليه، الانسان يعيش حياه كريمه وبدون امراض، بدون تغير بيئي اللي موجود حوالينا نتيجه ثاني اكسيد الكربون. هو ده الترند العالمي. على كل حال الدوله بتولي اهتمام كبير قوي لملف الطاقه وملف المناخ، واللي في الحقيقه ابتدت بالفعل تاخد فيه خطوات استباقيه ومهمه جدا. كل الشكر ليك دكتور ثروت راغب، استاذ الهندسه هندسه الطاقه والبترول، نورتنا النهارده وشرحت لنا حاجات كثيره قوي كنا عايزين نعرفها اكتر من حضرتك. شكرا جزيلا. مشاهدينا هنروح لفاصل سريع ونرجع من بعد نكمل باقي فقراتنا. رحب بحضراتكم مرة تانية من بعد الفاصل. لغتك هي أنت، عنوانك، هويتك، كيانك، احترامك لنفسك واحترام العالم كله لك، ده الشعار اللي رفعته مبادرة إعادة رونق اللغة العربية على لسان الشباب المصري، واللي أطلقتها الدكتورة نجوى صابر أستاذة النقد الأدبي والبلاغة في جامعة الإسكندرية. يعني عايزين نعرف منها الدافع اللي خلاها تطلق هذه المبادرة وإزاي اتنفذت على أرض الواقع، ده اللي هنعرفه منها. برحب بك يا دكتور، منورانا. صباح الخير يا مصر. يا أهلا بيك يا دكتور، منورانا. أهلا بيكم، شكرا جزيلا على هذه التحية. يعني منورانا. ويمكن رونق اللغه العربيه يمكن حاجه احنا محتاجينها من زمان قوي، كنا يمكن بنتكلم قبل الفاصل انه للاسف دلوقتي شايفين
يعني الناس للاسف بتكتب غلط وبنتكلم غلط، وفي حتى كلام شائع احنا يعني بنقوله في حياتنا العاديه غلط. ايه المدافع وراء هذه المبادره؟ حضرتك بداتي الكلام بحاله من الفوضى اللغويه، انا احب ان اقول حاله من التردي اللغوي. يعني انا لما احببت ان اقول اعاده رونق اللغه العربيه لانه صعب علي اقول احياء اللغه العربيه، لان معنى كلمه احياء انني اتكلم عن شيء ميت. لا، انا اريد ان اقول هو يعني ان شاء الله هو ما يزال حيا ونلحقه ان شاء الله. فاعاده رونق اللغه العربيه على السنه شباب المصريين وفي نفوسهم وفي عقولهم، هي هذه كانت الفكره، وهي فكره عندي قديمه جدا. طبعا بحكم، لا اقول بحكم وظيفتي فقط، انما بحكم عشقي للغه العربيه وبحكم كوني مصريه عربيه، هذه هي لغتي الام. وبين قوسين شيء مهم جدا حتى لا يتهمني البعض بالتعصب، انا لست ضد العاميه ابدا، العاميات موجوده وانا اتكلم العاميه عاده، ولكن اللغه العربيه موجوده في المحافل التي يجب ان تكون موجوده، لكن الوضع الراهن هو محاوله لاقصاء هذه اللغه، استعلاء، ازدراء، ازدراء ونوع من التعالي والشعور بالخجل منها. حتى ان انا ارى ان بعض الاولياء اولياء الامور يرون ان العربيه هذه ليست لها اي اهميه، يريدون ان يتعلم الابناء الانجليزيه والفرنسيه. ما بفهمش خالص الاولياء الامور اللي بيتكلموا مع اولادهم بالانجليزي طول الوقت هم كمان، يعني طب ما حضرتك ده هيكبر هيتعلم هيشتغل فين؟ ما هو هيشتغل هنا، هيتعامل مع مين؟ هيتعامل مع ناس في دوله عربيه ناطقه باللغه العربيه. ف يعني للاسف ده من الحاجات الحزينه. تمام، ولكن هو ينمي في ابنه او في بنته ان التي نستخدمها هي العاميه، والتي نحتاج إليها في العمل وفي الحياة برمتها أو كلها هي اللغة الإنجليزية أو الفرنسية. حتى إن من الأشياء المبكية المضحكة إن واحد من أولياء الأمور، يعني عندي طالب في الدراسات العليا مدرس لغة عربية لا يستطيع أن يقيم لسانا عربيا لمدة 5 دقائق، فقلت له أنت مدرس لغة عربية، والله. أنت مدرس عربية، كيف تشرح اللغة العربية في الفصل؟ قال لي لا، أنا أشرحها بالعامية وأحيانا بالإنجليزية. صعقت بالإنجليزية، يعني كان رده أن هذه توجهات المدرسة، وأن ولي أمر جاء للأستاذ وقال له أنت تحاول أن تشرح لابني قاعدة إن ولا يفهم، لو قلت له إف سيفهم. ده اسمه كلام، هي اللغة العربية هي لغة عربية يا جماعة. يعني إحنا مثلا حتى لو مدارس تعليم انترناشونال مثلا هندرس كل حاجه بالانجليزي، مفيش مشكله، مش بتكلم في كده، بس هنيجي عند اللغه العربيه وهنخصص مدرس فاهم عشان يعلم الاولاد اللغه العربيه. تمام، وشيء مهم جدا هو يعني خافي على اولياء الامور او على نسبه كبيره من الناس، الطفل الصغير يستطيع ان يجيد 4 لغات في وقت واحد، 4 لغات يستطيع ان يتكلمها، فلماذا احاول ان ابعد العربيه الفصحى وازدريها ولا اشعر بها؟ مهما يعني انا لن ارفع شعار اقول فيه اللغه العربيه لابد ان نقدسها لانها لغه القران الكريم، طبعا هذه يعني مساله حيويه واكيده، ولكن ليس كل العرب مسلمين، هناك من العرب من يحملون ديانات اخرى وهم عشاقون للغه العربيه لان اللغه العربيه هي لغتهم، هي كما بدات حضرتك هي انا، هي الهويه، هي التي تتحدث عني، هي التي تميزني، بل هي التي تربط المحيط بالخليج، كل العرب في آن واحد. طيب دكتورة، احنا ازاي هنطبق هذه المبادرة على الأرض؟ احنا بدأنا نطبقها فعلا، هي زي ما قلت لحضرتك كانت فكرة قديمة وكنت أتمناها وفي الوقت نفسي كنت أخشاها، أتمناها لأنني أشعر بضرورتها وبأهميتها، وأخشاها لأنني كنت أقدر الصعوبات الكثيرة التي تحول بيني وبين تحقيقها. حتى حقيقة كانت مبادرة فخامة الرئيس السيسي اتكلم عربي، وشاهدت في مداخلة
تلفزيونية يعني يدعو إلى الاهتمام باللغة العربية الفصحى اهتماما مركزا. وهذه المبادرة أو هذه الدعوة التقطها البرلمان العربي، والبرلمان العربي في العام الماضي في يوم اللغة العربية، الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، دعا إلى في ندوته العريضة، دعا إلى أن يكون هذا الشعار أو هذه المبادرة التي أطلقها الرئيس المصري في خامة الرئيس السيسي أن تكون معممة على العالم العربي كله. فمن هنا أنا يعني تجدد الأمل أكثر في نفسي، طب ولم لا، وأنا عندي من الأفكار ما أستطيع أن أقوم بها. في الحقيقة يعني لابد أن أعطي كل ذي حق حقه، أول من ساعدني في هذا المشروع وأيدني وشجعني كان الدكتور محمود نحلة، أستاذ العلوم اللغوية في كلية الأداب، وهو زوجي. حاولي اجمعي الطلاب، فعلي شيء، فبدأت أنشر الدعوة في كلية الأداب. طلابي الأعزاء أو يا منسوبي كلية الأداب من الأساتذة أو الأساتذة المساعدين أو المعيدين، من يعشق اللغة العربية، من عنده رغبة في إلقاء الشعر، يتفضل نجتمع معا لنفعل شيئا سويا. والحقيقة بعد ذلك تطورت المسألة من كلية الأداب إلى جامعة الإسكندرية كلها. جاءني من كلية الطب طلاب هندسة تجارة تربية، تربية نوعية وتربية نوعية اشتركنا معهم أيضا في حفل كامل. بدأت أولا أعد الإطار العام، أختار قصائد شعرية من أجمل قصائد الشعر العربي القديمة والحديثة المؤثرة، لأن بين قوسين وهذا ليس مجال الحديث عنه الآن، الآن الشعر يمر بأزمة فظيعة جدا، لأن الشعراء الذين ينظمون الشعر في معظمهم ينظمون أشعارا، في معظمهم لا أقول الكل، أشعارا منفرة تزيد الطين بلة كما نقول. المهم اجتمعنا وبدأنا ننسق العمل، من يقرأ هذه ومن يحب هذه، وجئنا بمسرحية شعرية وبأغنيات باللغة العربية الفصحى من الأغنيات التي يعني تخترق المشاعر والنفوس. وقررنا أن نحول المشروع وهو إعادة رونق اللغة العربية، نحوله أولا نعطي شعارا، ما الشعار؟ لغتنا العربية إبداع وإمتاع، هذا شعارنا الذي نعمل به. ثم بعد ذلك لابد أن يتحول هذا المشروع أو هذه الفكرة إلى شيء ملموس في أرض الواقع. فكانت ليالي اللغة العربية، وأيضا هذا الاسم اختاره الدكتور محمود نحلة، ليالي اللغة العربية بما في هذا الاسم من سحر ورومانسية. بدأنا الليلة الأولى كانت في آخر شهر فبراير الماضي، وكان عملناها في مركز من مراكز الثقافة، مركز الإبداع، مركز الثقافة الحرية في الإسكندرية طبعا، وكان عدد الحضور حوالي 400 شخص، وهذا يعتبر رقم جيد وقياسي. استمر وبدأنا في النجاح، وبدأ الناس يحبون هذا النسق. طيب لماذا اخترت أن أعبر عن مشروعي بالشعر؟ اخترت أن أخاطب مشاعر الشباب وأقول لهم يا شباب اللغة العربية، هذه جماليات اللغة العربية، يعني أستخدم اللغة القوى الناعمة في التأثير، لا الخطب الجوفاء ولا لأقول إنها لغتكم إنها إنها إنها، لا لا لا، هذه كلها يعني خطب رنانة وشعارات مستهلكة. طيب عظيم. لكن على أرض الواقع تعالى وقدم شيئا يخاطب المشاعر والعقول. طيب هل من ضمن الفعاليات، ودي نقطة مهمة بقى، بنتكلم مع الناس في مخارج الحروف تكون عاملة ازاي؟ بنتكلم مع الناس في النحو، في التشكيل، في الإعراب، في الحاجات، ما هو ده المهم، عشان هم لما هيتعلموا هيقدروا يوصلوا للأطفال دلوقتي اللي زي ما كنا بنتكلم قبل الهواء يمكن بيكتبوا كلمة تمام ته ميم ميم من غير ألف. تمام صح. كان بداية تنفيذ هذا المشروع أجلس إلى طلابي على مائدة مستديرة وأسمعهم يقرؤون وأصحح المخارج وأصحح بنية الكلمة من الداخل وأصحح التشكيل النهائي. ثم أنا ليس عندي أحد
على المسرح بورقة، لا، لابد أن تحفظ وتخرج أمام الجمهور حافظا لما تقوله واثقا في نفسه. ولكي يكون العمل فعلا يعني جماهيريا كان لابد له من الإخراج المسرحي، يعني لم تكن الليالي مجرد طالب يطلع على المسرح أو طلاب أو مجموعة من الطلاب على المسرح يلقون شعرا، لا، وإنما كان عمل مسرحي. واخترنا فيه مخرجة واعدة هي مي عبد الرازق، قامت بعمل الإخراج المسرحي لهذا العمل. هذه كانت الليلة الأولى. أما الليلة الثانية فكانت الحمد لله على المسرح الكبير في مكتبة الإسكندرية، وهذا كان بالنسبة لي أنا نجاح منقطع النظير. خلينا نتكلم عن الليلة الأولى وعن الشعر. حضرتك استعنت بروائع طبعا الشاعر أحمد شوقي، كلمينا عن الموضوع ده أكتر. أحمد شوقي اخترنا له مشاهد أو مقاطع من مسرحية مجنون ليلى مثلها الطلاب، فكانت طبعا يعني غنية جدا بالصور والألفاظ والإيحاءات والمعاني، وأثرت تأثيرا مباشرا على الناس واستقبلوها استقبالا حسنا جدا. ده بالنسبة للشاعر أحمد شوقي. وفي أشياء كثيرة، يعني الحفل أو الليلة استمرت ساعتين ما بين الغناء والشعر، وكان الشعر أيضا بمصاحبة الموسيقى، يعني لم يكن الشعر هكذا جافا وإنما كان مصاحبة الموسيقى. كل هذا لماذا؟ أريد أن أكتذب هؤلاء النافرين، هؤلاء الكارهين، هؤلاء الرافضين الذين يقولون هذه اللغة العربية سخيفة وثقيلة ومتعبة. طب الإقبال كان عامل إزاي؟ يعني في تخيلي حضرتك كان عندي 1000 مشاهد في مكتبة الإسكندرية. الله. ولا أنسى أبدا الفضل اللي يعني أرد الفضل إلى أهله، المهندسة هدى الميقاتي نائبة مدير مكتبة الإسكندرية، والأستاذة نهاد مهدي، وكل من عمل حقيقة معي، لأني لا أستطيع أن أوفي هؤلاء الناس حقهم في المساعدة وتبني الفكرة. يعني في اقتناع بأنه هذا لابد أن يكون، لابد أن تعود اللغة العربية في مكانها، وألا تدع ضرتها تزيحها عن، يعني الضرة هي العامية، أن تزيحها عن مكانتها المنوطة بها. طيب دكتور، احنا برضو يعني حضرتك ذكرتي برضو مثال لحد بيدرس في دراسات العليا ولغة عربية وفي نفس الوقت ما يقدرش يتكلم لغة عربية فصحى. نعم. ودي مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان. ازاي احنا كناس مش متخصصين في اللغة العربية نقدر نساعد أولادنا؟ إزاي؟ أكيد دلوقتي مثلا مش عشان أعلم ابني لغة عربية هخليه يتفرج على مسرحية مثلا أو بيت شعر بيلقى بطريقة معينة. أنا عايز أديله الأساسيات، أنا عايز أعلمه، وعايزه لما يغلط كمان في حاجة أصلح له. نعم. وعدله، أكون أنا فاهم عشان أصلح له وعدله. ما هو لابد أن تتعلم لتعلم. هي دي القضية. هو في الحقيقة لابد أن يكون عندي مدرس فاهم. القضية صعبة جدا يا جماعة. في دار الأوبرا الآن نحاول أن نقوم بعمل ليلة صغيرة للأطفال الصغار. الله. حقيقة هذه كانت فكرة الأستاذ محمد ظريف مدير المكتبة. ده عظيم جدا يا فندم، وسنقوم بها إن شاء الله. إن شاء الله كل التوفيق يا فندم، وإحنا بنتمنى طبعا تعميم هذه التجربة في كافة محافظات مصر. نشكر حضرتك، شكرا جزيلا. ربنا يخليك. دكتورة نجوى شرفتينا يا فندم ونورتينا. ربنا يخليك، شكرا ليك، ألف شكر. مشاهدينا بكده تكون خلصت حلقتنا النهاردة. نشوف حضراتكم بكرة إن شاء الله في نفس الميعاد. بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.